الخير. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده السبت 8/6/2024. طبعا انا هبتدي معاكم الحلقه النهارده بجملتين مهمين. مصر فيها احداث كتيره جدا جدا تستحق ان تكون حديث القاهره، والنهارده هننور على كتير جدا منها والعالم العربي كمان. اعتقد ان في اماكن مهمة جدا في العالم بتأثر علينا ولازم نقف قدام الأحداث فيها. أنا هبتدي على طول من اللي حصل في مصر الأسبوع اللي فات. التغيير الوزاري اللي كنا بنتكلم عنه حصل بالفعل. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قدم استقالة الحكومة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع اللي فات، وكلفه السيد الرئيس في نفس الوقت بأنه يشكل الحكومة الجديدة، الحكومة اللي تتناسب مع الأوضاع اللي إحنا موجودين فيها دي. مواصفات الحكومة دي إيه؟ ده سؤال مهم جداً. مواصفات الحكومة هتبان من الأسماء اللي تم ترشيحها والإعلان عنها. الصحافة في كل الأحوال بتتكلم من هذا اليوم وحتى هذه اللحظة عن إيه هي التكهنات، مين جاي ومين ماشي، إيه هي الحقائب الوزارية اللي هيتم استبدالها أو إلغائها أو حتى إعادتها مرة تانية. حالة جدل كبيرة، لكن أول من أعطانا الخبر اليقين إن السيد رئيس مجلس الوزراء هو من سيتم تكليفه من جديد بأنه يكون رئيس مجلس الوزراء كان الأستاذ زميلنا العزيز الأستاذ حازم عادل، رئيس تحرير موقع مصر تايمز واللي معانا على التليفون. يا مساء الخير. مساء النور. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أستاذ حازم، السبق كان من عندك من مصر تايمز لما قلت لنا إن هيتم تكليف السيد رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة. اولا ايه هي المؤشرات اللي كانت مع ده، رغم ان كان في ناس كتير جدا بتقول انه ده مش هيحصل، وايه هي الكواليس اللي موجوده عندك وممكن تقولها لنا؟ احنا استاذه كريمه لو تفتكر احنا كنا بنتكلم تحديدا في 14 يناير اللي فات. صحيح. وقلت لحضرتك ان في اتجاه قوي جدا استمرار الدكتور مصطفى مدبولي. ساعتها احنا كنا بنتناقش في خبر متعلق بالدكتور محمود محي الدين. صحيح. هو بالفعل الدكتور محمود محي الدين كان ساعتها احنا كتبنا ان هو اعتذر عن الاستمرار، ولكن الحكومه الدوله المصريه كان في اتجاه قوي جدا لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للوزراء، وده بالفعل اللي حصل. وسياده الرئيس كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده، اللي هي ان احنا يعني الجديد ان الحكومه الجديده دي ممكن بالكثير قوي يوم الثلاثاء اللي جاي يكون الموضوع تم الانتهاء منه وتم الاعلان عن الحكومه الجديده. هل تم تبليغ الناس اللي تم ترشيحهم للوزارات الجديده او اللي هيمشوا من الوزارات القديمه؟ هو بالفعل في مقابلات تمت خلال الفتره اللي فاتت دي مع الوزراء اللي هيتم تكليفهم. وكمان الجديد ان في تم اختيار بعض الوزراء باستمرارهم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. عندك أسماء؟ يعني حتى الآن أسماء الوزارات، يعني حتى اللي هيستمر فيها اللي على رأسها وزير التخطيط. وزير التخطيط هتستمر دكتورة هالة السعيد. وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار هيستمر. بعض الوزارات كمان يعني في أسماء تانية، ولكن في دلوقتي مقابلات بتتم على ان يتم التشكيل والانتهاء منه قبل يوم الثلاثاء اللي جاي، لان ممكن تكون جلسه البرلمان اللي هتعرض عليها الحكومه الثلاثاء اللي جاي. عظيم كده. بقى معانا خبر جديد، واحنا هنكلمك بعدها على طول علشان نتابع معاك ايه اللي حصل. احنا كنا انفرادنا كمان من يومين في مصر تايمز ان التشكيل الحكومه الجديده هيتضمن 17 وزاره حقيبه وزاريه، ومن ضمنهم المفاجاه اللي في التشكيل ان ممكن يكون من ضمن التغيير 2 من الوزارات السياديه. الوزارات السياديه في الحكومه هم 4 وزارات. صحيح. هي وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، والداخليه والخارجيه والعدل والخارجيه. طيب عارف مين اللي ماشي؟ يعني حتى الان لسه يعني يعني ما فيش تاكيد على ان الخارجيه والعدل هما اللي ممكن يتم تغييره. لا لا الكلام ده مش مظبوط، لان لسه في ملامح ولسه في مقابلات بتتم. واضح. انا بشكرك جدا طبعا للمره الثانيه للمشاركه. انا عايز اضيف لحضرتك كمان ان اتفضل. في بعض الوزارات تم حسم رحيلهم
زي الدكتور محمد معيط في وزارة المالية. ده خلاص؟ خبر مؤكد؟ خبر مؤكد ان الدكتور محمد معيط سيرحل وهيكون مكانه احد نوابه. بدون تحديد اسم معلن؟ بدون اسمه. طيب هنقابلك نتاكد برضو مع بعض بعد الاعلان يوم الثلاث زي ما قلت لنا. انا بشكرك جدا زميلنا العزيز الاستاذ حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز. في نفس الموضوع اللي هو ما زال يشغل الراي العام والناس عندها تساؤل عن الحكومه الجديده عشان محتاجين تغيير، محتاجين حاجات مهمه. لكن في بث مباشر عمله زميلنا العزيز الاستاذ محمود سعد الدين طبعا رئيس تحرير موقع بصراحه على موقع بصراحه، والبث المباشر ده عمل ضجه لانه قال فيه حاجات مهمه جدا عن الحكومه الجديده وكان ليه تصريحات مختلفه تماما. هعرف منه الكواليس اللي وصلت له لحد دلوقتي ويقول لنا بقى ما خفي عننا وممكن يكون حديث القاهرة. يا أستاذ محمود مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وأنا الحقيقة سعيد جدا جدا أن موجود مع حضرتك على الهواء. أنا اللي أسعدني جدا وأسعدني نجاح البث المباشر البلد تبعته كلها يا أستاذ محمود، يعني قلنا الكواليس بقى. هو الحقيقة إحنا بنتكلم عن تشكيل حكومي جديد وليس تعديل وزاري، تشكيل حكومي جديد. إذن بنتحدث عن حكومة بتطرح أوراقها من جديد أمام الرأي العام وأمام المجتمع وأمام المواطن المصري، ليه تحديات جديدة السيد الرئيس حددها في ملامح واضحة وفي نموذج لأول مرة بنشهده تحت ما يسمى خطاب التكليف أو خطاب التوجيه. هذا الخطاب أو البيان اللي صدر من رئاسة الجمهورية، صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية في 3 يونيو 2024، وتضمن عدد من الملامح الواضحة فيما يتعلق بملف الثقافة، التعليم، الوعي الوطني. لكن شدينا تحت خط، تحت كام جملة مهمة في الفقرة قبل الأخيرة. هذه الفقرة كانت فقرة بتحدد مسار الحكومة الجديدة ومن ثم تحدد فلسفتنا كصحافة وكإعلام في التعامل مع هذه الحكومة وفي المعطيات والأسماء التي تطرح علينا، ومن ثم في جمع كل المعلومات المختلفة للوصول إلى ملامح التشكيل الحكومي، وتحديدا ما يسمى أنه تضمنت تكلفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. ما معناه؟ إنه هذه الحكومة في مقامها الأساسي ما يتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتجديد ما يسمى بجذب رجال الأعمال واستقطاب عدد كبير من رجال الأعمال في الخارج. هذا الأمر بينصب بالأساس على المجموعة الاقتصادية. المجموعة الاقتصادية نقدر نعددها في أكثر من جهة، لكن في المجمل وفي المختصر في 3-4 وزارات أساسية داخل الحكومة المصرية. بالترتيب رقم 1 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللي بتتولاها الدكتورة هالة السعيد، وزارة المالية اللي بيتولاها الدكتور محمد معيط، وزارة التعاون الدولي اللي بتتولاها السيدة رانيا المشاط وعدد آخر من الجهات المختلفة. إذن إحنا بنتحدث عن وزارة أو اثنين من هذه الوزارات الثلاث سيتغير رأس هذه الوزارة وفق ما لدينا من معلومات. مين؟ وما طرحناه، وكنا أول ناس الحمد لله بفضل ربنا، موقع بصراحة كان أول من تحدث بشكل واضح ومباشر عن أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سيرحل عن هذه الحكومة، سيرحل عن هذه الحكومة. وحتى حددنا أنه الدكتور محمد معيط جلس في وزارة المالية 2386 يوم، سيرحل عن الحكومة اثنين مرشحين لخلافة الدكتور محمد معيط وفق ما لدينا من معلومات. المرشح الأول هو النائب الحالي في وزارة المالية، المرشح الآخر هو شخصية أخرى من البنك المركزي بتتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي. أي من الاسمين سيتولى المنصب أنا ما أقدرش أقول لحضرتك معلومة على الهواء لأنها مش عندي، لأن في كل الأحوال لازم أكون أمين فيما أطرحه على حضرتك. طبعا احنا متعودين منك على كده دايما يا أستاذ محمود. طب أنا عندي سؤال وجواب، أو لا، هل بالفعل هيتم استحداث أو إعادة تعيين شخص وزير الدولة للإعلام ولا ده مش هيكون موجود؟ وفق ما لدي من معلومات أنه لن يكون هناك منصب وزير الدولة للإعلام، لكن قد تتعدل أو تتغير أو تتبدل الأراء في 48 ساعة القادمة إذا ما تم إعلان الحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أو قد تتغير الأراء فيما بعدها من أيام إذا ما تم تأجيل إعلان التشكيل الحكومي لما بعد أجازة العيد. طب وقطاع الأعمال؟ بمناسبة الوزارات أنا لدي معلومتين أن هناك نقاش جاد داخل الحكومة وفق ترتيب الأولويات أن يتم تسمية وزير تحت عنوان وزير الاقتصاد. هذا الوزير يكون دوره بشكل أساسي التنسيق والترتيب والتجهيز وحل كل المشاكل الخلافية ما بين وزراء المجموعة الاقتصادية.
لانه هذه يعني مش الطرح اللي كان مطروح على الصحافه انه يكون نائب رئيس الوزراء يكون هو المسؤول عن هذا الملف الاقتصادي ويبقى ده هو اللي كله اللي عنده هيبقى مسمى وزير. ده كان مقترح، ما كان لدي من معلومه انه تسميه وزير اقتصاد، لكن على الجانب الاخر كان هناك نقاش اخر داخل الحكومه يتضمن وجهه نظر اخرى بانه اذا سمينا وزير الاقتصاد فما دور وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه ستتعارض. طيب سؤال تاني، هل القطاع الاعمال هيتم الغائها؟ لا، اللي هيحصل الآتي، عدد من الوزارات هناك توجه كبير بشأن دمجها، وهذا التوجه داخل القيادة الحالية التي تتولى تشكيل الحكومة، بمعنى أن وزارة الهجرة هناك توجه بأن يتم إلغائها وإعادة اختصاصها لوزارة الخارجية، هناك توجه أيضا بأن وزارة الطاقة، وزارة البترول ووزارة الكهرباء يتم دمجهم تحت وزارة واحدة باسم وزارة الطاقة، هناك توجه ثالث بأن وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال يتم دمجهم تحت وزارة واحدة وتسمى وزارة الصناعة وقطاع الأعمال، لأن الوزارتين وتفصل عنها وزارة أخرى للتجارة، ولا مش هيبقى فيه وزارة التجارة؟ لا، وزارة التجارة الداخلية والتموين دي وزارة أخرى، لكن الصناعة وقطاع الأعمال هي وزارة واحدة. هايل، أنا بشكرك جدا زميلنا العزيز صاحب الانفرادات طبعا الأستاذ محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة على المجهود الكبير وعلى المعلومات اللي اديها لنا. القصة الأخرى اللي حديث القاهرة وتستحق أن تكون حديث العالم وهي حديث العالم، لأول مرة في التاريخ يتم إدراج اسم إسرائيل على قائمة العالم والأمم المتحدة السوداء. انضمت إسرائيل لأول مرة في تاريخها للقائمة السوداء، القائمة السوداء دي اللي هو بتعامل معاملة قائمة الإرهاب، وهم بالتحديد الدول اللي بتتجاوز بحق الأطفال، بيتم استخدامهم في الجرائم أو يتم فعل جرائم بحقهم وبيتم التعامل معهم بدون أي قواعد إنسانية في الفترات الخاصة بالحرب. القائمة دي فيها بوكو حرام مثلا، القائمة دي فيها أفغانستان مثلا، القائمة دي والأول مرة اللي بتنضم لها إسرائيل كان ليها رد فعل كبير جدا من قبل إسرائيل، وقالوا إن اللي عليها إنها تنضم للقائمة السوداء هو مجلس الأمن نفسه. وبالمناسبة يعني أمريكا قالت إنها هتفرض عقوبات على كل أعضاء مجلس الأمن بسبب هذا القرار. إيه هي بقى العقوبات اللي هي هتفرضها؟ لسه مش عارفين، لكن خلينا نفهم معناها إيه إن إسرائيل بيتم ضمها للقائمة السوداء اللي بتعتمد واللي بتخرج من مجلس الأمن الدولي، إيه تأثيرها؟ الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي هيجاوبنا على السؤال. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اهلا بسيادتك والسيدات والسادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ومحتاجين نفهم من حضرتك يعني ايه القرار ده، معناه ايه؟ حضرتك يعني البدايه قبل القرار وقبل قائمه العار، القائمه السوداء للدول والتنظيمات التي تدرج على هذه القائمه من قبل الامم المتحده لكون هذه الدول او المنظمات بتنتهك حقوق الاطفال اثناء النزاعات المسلحه، لابد ان نشير إلى أن القانون الدولي الإنساني، القانون الذي يحكم يضبط علاقات المتحاربين وحقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، أولى هذا القانون أولى اهتم اهتمام خاص جدا بالأطفال. لماذا؟ لأن الأطفال هم مجموعة بشرية معرضة للمخاطر، مجموعة بشرية ضعيفة جدا، vulnerable group، ما عندهاش قدرة على المقاومة، ضعيفة صحيح، ضعيفة بدنيا ونفسيا وكل أشكال الضعف والوهن والعجز. لذلك حتى في السلم، يعني حتى خارج الصراع المسلح، خارج الحروب، الأطفال يعني تكوينهم البشري لا يستطيعوا أي مقاومات بدنية أو نفسية لأي ضغوط، فما بالنا أثناء النزاعات المسلحة والحروب، وإحنا شفنا حتى إسرائيل تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023 حتى هذه اللحظة تفعل ما تفعل بالأطفال دون ما أي وازع أو رادع. لذلك الأمم المتحدة ووكالات متخصصة و ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الطفل، كل هذه المنظومة المتكاملة في الأمم المتحدة بتراقب احترام وحماية الدول والعناصر من غير الدول مثل الميليشيات المسلحة والتنظيمات غير النظامية، تراقب امتثالهم للقانون الدولي الإنساني وتحديدا إلى الحماية
والرعايه الخاصه للطفل. الطفل حضرتك تمام. طب اسمح لي يا دكتور، انا اسفه المقاطعه، اذا وفق هذه التقارير اللي وصلت للامم المتحده من الجهات الدوليه المختلفه ان اسرائيل بتخرق كل هذه الاتفاقيات وبالتالي انضمت للقائمه السوداء، ده ممكن نستفيد منه في ايه؟ هل ده ممكن ياثر على سير العمليات في المحكمه، محكمه العدل الدوليه او في المحكمه الجنائيه اللي بتنظر دلوقتي اصدار قرارات توقيفات بحق نتنياهو وغيره؟ اشكر سيادتك، اشكر سيادتك محكمه العدل الدوليه، المحكمه الجنائيه الدوليه، مجلس حقوق الانسان ايضا ليسوا يعني بعيدين، يعني هم بيراقبوا ويتابعوا كل هذه الاحداث، خاصه لما تكون منظمه محايده مستقله، منظمه عالميه الامم المتحده ووكالاتها المتخصصه، وليست مثلا يعني وسائل دعائية أو وسائل من ذات الدول أطراف النزاع بتتهم دول أخرى. صحيح. لذلك هذه، أشكرك، هذه القائمة السوداء ليست بعيدة عن قضاة العدل الدولية وأيضا قضاة الجنائية الدولية. هذا يخلق أو ينشئ زخم قضائي حقوقي، أدلة معينة، أسانيد ودفوع معينة ضد إسرائيل في الهيئتين الدوليتين، سواء العدل الدولية التي تلاحق إسرائيل منذ ديسمبر 2023، دعوة لبيت الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ولا تزال الدعوة قائمة، أو المحكمة الجنائية الدولية التي لم تصدر بعد الدائرة التمهيدية، لم تصدر بعد ولم تفحص الطلب الذي طلبه، الطلب المهم جدا جدا من كريم خان المدير العام للمحكمه الجنائيه الدوليه لدائره ما قبل المحاكمه باعتقال نتنياهو. اذا قد يؤثر زي ما حضرتك بتقول، اذا وضع اسرائيل طبعاً على هذه القائمه طبعاً هيتم الاستناد عليه وقد يؤثر في الحكم النهائي، ودي معلومه عظيمه انا بشكرك فعلا عليها دكتور ايمن. شكرا جدا لهذه المعلومات الدكتور ايمن سلامه خبير القانون الدولي. معلومة كانت مهمة جدا لازم نقف معاها. يلا خلي العالم يتحرك وناخد قرارات عشان وقف المهزلة الإنسانية اللي بتحصل عند جيراننا وأهلنا في غزة. الخبر ده احنا اتناقشناه هنا كملف كامل، ملف أسعار الدواء ومطالبة منتجين الدواء بأن هم يرفعوا أسعار الدواء. تم الاستجابة، بالعكس ده الحكومة حتى قالت إن أنا هشكل لجنة تتابع وتسعر الدواء. قرينا مرة أنها كل 6 شهور ومرة بصفة ربع سنوية، يعني كل 3 شهور. إيه الحكاية بالظبط وإيه حكاية 800 نوع من أنواع الدواء اللي تم رفع سعرهم بالفعل حتى الآن؟ خلينا نشوف التفاصيل أكتر من الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية. يا دكتور علي مساء الخير. أنا مساء الخير يا فندم. يعني أنا مش عارفة هو خبر سعيد ولا تعيس ولا إيه بالنسبة للمواطنين، بس أنا عارفة إن إحنا محتاجين ندعم صناعة الدواء عشان تقف على رجلها وتشد حيلها. القرار بتاع تشكيل اللجنة ده ايه حكايته؟ هو كل 3 شهور ولا 6 شهور وهيعمل ايه بالظبط؟ هو اللجنه دي شكلت من قبل رئيس الوزراء لمراجعه اسعار الدواء كل 6 شهور، وهتكون واخده مقياس بتاعها الدولار، هل هو طالع هل هو نازل. في حالة لو الدولار مثلا قل، مثلا وصل نزل 38 زي ما احنا سامعين، يعني هل في الحالة دي المفروض الدواء يزيد ولا يقل ولا يثبت؟ فاحنا لو مسعرين على النهاردة الدولار مثلا على 47، لو وصل 38 يبقى الدولار لازم ينزل. صحيح. تمام. وبالتالي هي هتبقى لجنة استرشادية، كل رأيها إن هي كل 6 شهور بتاخد متوسط 6 شهور، يعني مش بتاخد شهر واحد تاخد عليه مقياس، لا تاخد 6 شهور وتشوف المتوسط، هل هو في اتجاه الصعود هو في اتجاه النزول، وفي الآخر بيبقى ده بيقدم كعنصر من العناصر بهيئة الدواء، لأنه التسعير هي ليها إدارة، هيئة الدواء منوط بيها، وفي لجنة متخصصة من 20 جهة لإقرار هذا التسعير، والتسعير بس مش سعر دولاري بس،
ولكن التسعير في مدخلات الانتاج زي ما حضرتك شرحت لنا هنا في الاستوديو يا دكتور. بالظبط يعني العماله والكهرباء والطاقه وكل الحاجات دي. بالظبط. طيب هايل. اذا احنا بنقول بنسعر على حسب الدواء عشان المواد الخام اللي احنا بندخلها علشان كجزء اساسي من هذه الصناعه هي بتسعر بالدواء وبالتالي بنحاسب بيها. طيب هل بالفعل تم تسعير او رفع سعر 800 دواء لحد دلوقتي؟ هو التحريف تم من الاسبوع اللي فات. بدات الشركات تستلم الاسعار الجديده. هي مرحله هتبقى اول 3 شهور هيبقى فيها تحريف كل شهر من 150 ل 200 دواء كمرحله اولى. والزيادات او التحريك هتبقى بنسب متفاوتة على حسب كل شركة وعلى حسب تكاليف الإنتاج بتاعتها. هتبقى بنتكلم من 15% لحد مثلا 35-40 وفي حالات ممكن توصل 45%، إنما المتوسط هيبقى في حدود 25. حضرتك هنا السنة اللي فاتت في 23 متوسط زيادة الدواء كان 24%، يعني تقريبا متقارب من 24 ل 40%. في حاجات هتوصل ل 40% حضرتك قلت لي. في حاجات اللي هي بقى ايه ادويه بنسميها الاو تو سي اللي هي الادويه اوفر ذا كاونتر اللي هو اصلا مش بتتاخد كتير. اهم حاجه عندنا هو الدواء المرض المزمن، الضغط وسكر وكوليسترول وكده، دي اهم حاجه لانه التحريك هنا بيبقى لازم يكون محسوب لانه البيشن او الحال او المريض بيحس بيه شهري. بس حضراتكم اعلنتوا بالفعل او الاسعار اللي تم اعلانها ان يعني مثلا مرضى السكر تم رفع الدواء بتاعهم بشكل كبير جدا، يعني فبالتالي يعني هنا ما بقاش في قدامهم حاجه، حضراتكم لازم تنتجوا وهم لازم يدفعوا الفلوس، فمين اللي هيتعامل هنا؟ هل الدوله عرضت اي نوع من انواع المساعده لاصحاب الامراض المزمنه هتتعامل معاه؟ بص احنا عندنا الاتي. رقم واحد هو الدوله اوريدي بدأ بتطبق منظومه التامين الصحي الشامل في بعض المحافظات، وهي بصراحة عاملة شغل كويس في المحافظات القائمة فيها. تمام. إلى أن يتم عندنا برضو الآتي. الأدوية التي تم التقدم لتحريك سعرها هي الأكثر مبيعاً والأكثر دعاية عليها. طب هل ليها مسائل وبدائل لم تتقدم بتحريك سعر؟ في مسائل وبدائل ما قدمتش ومش هتاخد تحريك سعر. يعني اللي ما قدمش مش هياخد. خلاص؟ فهنا المواطن او الاطباء لابد ان هم لو تساووا دوايين في الفعاليه وفي الجوده يبقى السعر والتكلفه، وده علميا هو ده الصح الاقل لمصلحه المريض، لابد من ان هو ده يتكتب. صحيح. والمريض اللي يلاقي ان سعر الدواء بتاعه غير اكتر من طاقته يقدر ان هو يرجع للطبيب او للصيدلي ويقول له انا عايز حاجه نفس الفعاليه او نفس التركيبه اللي لسه ما اتغلاش سعره. عظيم. بالظبط. وعلى فكره انت عند حضرتك احنا في 17,000 دواء متداول في مصر، وكل الادويه اللي ناقصه بنسبه 95 ل 96% منها اللي هي الادويه المشهوره ليها بدائل ومسائل، ولكن الناس بتصر عليها بالاسم التجاري، وده اللي عامل واحيانا كمان بيبقى الدكتور اللي بيصر ان هو يكتبها، وحضرتك عارف طبعا الدعايه اللي بتروح للدكاتره. انا هاخد مناشده حضرتك دي واتبناها هنا مع حضرتك كحديث القاهره، وبنقول لكل الاطباء لمسه انسانيه، لو سمحتوا اكتبوا البديل اللي ما غليش سعره للناس. انتوا عارفين حالات الناس اللي بتجي لكم، ما تضغطوش على الناس اقتصاديا اكتر من كده، وانتوا عارفين الحالات وفق الحاله تعاملوا، يعني مش كده. انا يعني دكتور مش هقدر ما اسالكش سؤال اخير صغير كده، هل في عندنا فعلا مشكله في لبن الاطفال وعدم توفره وان الاسعار بقت خياليه ولا ايه؟ بص حضرتك الملف ده ملف قوي ومهم والدوله مهتميه بيه جدا. انا بقول لحضرتك لا يوجد نقص في الالبان الاطفال الغير مدعمه والمدعمه. ولا زياده في الاسعار؟ اللبن الاطفال المدعمه عند حضرتك احنا مصر بتستهلك 50 مليون علبه، عندنا 25 مليون علبه الدوله متحمله الدعم بتاعهم ب 5 جنيه العلبه للطفل بياخد جرعات كامله. 25 مليون علبه دول عن طريق مصنع مصري وطني 100% بينتج هذه. ومتوفر يا دكتور المدعم. ولا شحيح في السوق؟ موجود بجميع مراحله
موجود لبن أطفال في مراكز الصحة ووزارة الصحة ويتم صرفها للناس. أما الألبان الغير مدعمة وسعرها حر موجودة وهي سعرها حر يعني مربوطة بالدولار، الدولة مستوردة، الدولة مهتمية بالقطاع الخاص، وبالتالي في تكلفات للمصنع الوطني إنه ينزل ينافس بسعر نص أسعار الألبان المستوردة. يعني ما عندناش أزمة في اللبن؟ لا ما فيش يا فندم. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومة الصريحة دي، الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية، شكرا جزيلا للمعلومات اللي اديتها لنا. ما احنا مش عايزين نظلم طرف من الاثنين، احنا عارفين قد ايه صناعه الدواء بتعاني لدرجه ان احنا بنروح الصيدليات ما بنلاقيش دواء، ليه؟ لان هما بيخسروا جدا. فبالتالي لازم يتمسك العصايه من النص وتتدخل الدوله هنا علشان تدعم الناس اللي محتاجه دعم في الوقت اللي احنا موجودين فيه ده. اخر خبر هقف قدامه هنا، موجه الحر، لما نسمع لاول مره واحنا لسه ما دخلناش في الصيف ان درجات الحراره تخطت ال 50 في صعيد مصر، يعني بالتالي احنا لازم نقلق في ايه اللي بيحصل. في حاجه طبعا موجه حر شديده، لكن ايه اللي بيحصل دلوقتي عند الناس وايه حقيقه ان في ناس ماتت من درجات الحراره؟ انا قريت الخبر ده في احد المواقع الاخباريه ان في ناس حصل حالات وفاه نتيجه الحر الشديد وناس اصيبت باختناق، وخصوصا اللي عندهم ازمات صحيه ومشاكل في القلب. ده سؤال مهم ولازم ناخد منه عنه معلومة. بس خلونا نبتدي من الدكتورة منار غانم عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تقول لنا أخبار الطقس إيه يا دكتورة منار؟ مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذة الكريمة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. الصيف لسه ما بدأش وإحنا بنعاني من درجات حرارة شديدة جدا. بس بالفعل إحنا لسه رسميا في فصل الربيع، لكن عادة إحنا في النص الثاني من فصل الربيع ما سماته بتقرب لفصل الصيف، لأن هو فصل انتقالي، النص الثاني دايما منه السمات بتبقى اقرب لفصل الصيف. وعاده كمان في الفتره دي من السنه، النص الثاني من الربيع، ما بنسجل قيم درجات حراره هي الاعلى على مدار العام كله. احنا طبيعي ان احنا نشوف موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، ويمكن احنا حذرنا من الموجه اللي يعتبر نهايتها كانت اليوم، لان احنا الايام الماضيه كان في موجه شديده الحراره بدات معانا السبت الماضي واستمرت معانا يمكن حتى اليوم. كانت ذروة الموجة دي الخميس والجمعة، يعني أمس وأول أمس كانت ذروة الموجة وسجلنا قيم درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير. محافظات الصعيد تجاوز قيم درجات الحرارة فيها لل 49 درجة مئوية في الظل، القاهرة الكبرى طبعا كانت 42 درجة مئوية، وده كان وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اللي نوهنا كمان إن النهاردة هيكون في انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة، حتى لو لسه أحساسنا بالطقس شديد الحرارة، لكن النهاردة قيم درجات الحرارة انخفضت عن الأمس بمعدل 4 درجات. طيب دكتورة منار، يعني وفق الأخبار اللي بيتم تداولها إن الاستراحة دي يومين بس، يعني بكرة وبعده وبعد كده بدأ من يوم الثلاث هتبتدي تاني ترتفع درجات الحرارة للشكل اللي احنا شفناه الأيام اللي فاتت، المعلومة دي صحيحة؟ بالفعل، يمكن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهت إن احنا عندنا انخفاض مؤقت وطفيف في قيم درجات الحرارة الحد والاثنين بمعدل من 3 ل5 درجات في كافة محافظات الجمهورية. يعني احنا بكرة عظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، لأن التوزيعات الضغطية اللي بتأثر علينا تختلف، منخفض جوي في طبقات الجو العليا وسحب منخفضة متوسطة هتحجب جزء من أشعة الشمس. ده هيكمل معانا يوم الاثنين كمان، ومع يوم الثلاث بشكل تدريجي نبدأ موجة أخرى من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، وهتكون موجة أخرى شديدة الحرارة، لأن احنا مع نهايات هذا الأسبوع متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل ل 40 إلى 41 درجة مئوية خلال فترة النهار، وطبعا محافظات الصعيد تتجاوز ال 46 درجة مئوية، لأن كل ما اتجهت جنوبك كان قيم درجات الحرارة كانت أعلى. هتستمر قد إيه يا دكتورة منار؟ هو احنا على الاقل المؤشرات بتشير دلوقتي لحد بدايه الاسبوع اللي جاي مستمرين في ارتفاع قيم درجات الحراره، يعني احنا عندنا الانخفاض المؤقت حد واثنين من الثلاث وحتى بدايه الاسبوع اللي جاي في موجه اخرى مستمره معانا. المؤشرات من خلال الخرائط الجويه بتشير انها مكمله معانا تقريبا للوقفه واول ايام العيد، لكن دي تنبؤات بعيده المدى، وارد جدا يحصل فيها تغيير، وارد يحصل تغيير في قيم درجات الحراره بالارتفاع او الانخفاض. خاصة كمان لازم ننوه ان مش بس في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، نسب الرطوبة بدأت تزيد في الجو جداً. وده بيخلي احساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة اعلى. صح. يعني احنا لو العظمى على القاهرة الكبرى اليوم مسجلة 38 درجة مئوية، انا حاسسها لو تكون 40 او 41 درجة مئوية نتيجة بس وجود نسب رطوبة في الجو. كمان مع وجودي تحت اشعة الشمس في فترات النهار لو انا بتحرك في الشارع هحس بقيم درجات حرارة كمان اعلى، مع
فعشان كده احنا بناكد الارتفاع المستمر في قيم درجات الحراره الغير معتاد، لان برضو خلينا ناكد تاني ان احنا معتادين على قيم درجات الحراره المرتفعه، لكن لم نعتاد على الموجات الطويله بشكل كبير والتحام الموجات بدا ياثر علينا السنه اللي فاتت والسنه دي، ده احنا مش متعودين عليه. طب في اي حاجه ممكن نعملها تقلل من الـ من الـ من الازمات اللي الناس تتعرض لها دي؟ لان احنا سمعنا ان في ناس بتعاني من ازمات اختناق وحاجات صعبه جدا، خصوصا اللي عندهم مشاكل صحيه. عندك اي نصايح دكتوره منار تحبي تقوليها للناس قبل ما اشكرك؟ اتفضلي. طبعا مهم جدا ان احنا فترات الظهيره وفتره الذروه من الساعه 12 الظهر لحد الساعه 4 5 العصر، الفتره دي شده الاشعاع الشمسي عاليه بشكل كبير وبنسجل قيمه درجه الحراره العظمى في الوقت ده، فلو اضطريت ابقى موجود في الشارع لازم اتجنب طبعا اشعه الشمس بشكل مباشر، لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع لظروف ما لازم يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر، لازم اغير درجه حراره الجسم باستمرار، يعني عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، اغير درجه حراره الجسم ما بين ارتفاع وانخفاض، طبعا تجنبا لاي اجهاد حراري، السوائل طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، بس الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فتحت اللون، مهم كمان ان انا لو اقدر ابقى موجود في اماكن جيده التهويه، ده هيساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، مهم كمان عدم طرق اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات لو السياره مركونه في الشارع، لان درجات الحراره كمان في العربيه بتبقى ازيد من الهواء المحيط بيها، فمهم جدا ناخد بس احتياطاتنا عشان ما نتاثرش بالسلب بارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره. انا بشكرك جدا دكتوره منار غانم عضو هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا على المعلومات اللي اديتها لنا. يا جماعه قضوا يعني الوقت ده قد ما تقدروا بشكل امن، تجنبوا الشمس زي ما قلنا، وان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش في المعلومه دي مش حقيقيه، ان يعني في حالات وفاه بسبب ارتفاع درجات الحراره وغيرها. فاصل ونرجع نقابلكم وقصصنا الاخباريه وماذا وراء هذه القصص في حديث القاهره. الرئيس السيسي يستقبل رئيس أذربيجان إلهام عليف بقصر الاتحادية. بعثة الحج تناشد الحجاج المصريين بارتداء البطاقة الذكية للتأكد من موقفهم. وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب الجديدة. ارتفاع أعداد شهداء مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة لأكثر من 40 شهيداً. البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف الناتو. حضراتكم من جديد وحديث القاهرة. القصة الأولى عندنا النهاردة هي قصة البيوت المصرية كلها تقريبا اللي عندها أطفال أو شباب، خلاص بقوا شباب وبقوا رجالة وبنات، خلصوا الإعدادية وبيفكروا يروحوا فين. مش الثانوية العامة بس هي اللي موجودة على قائمة الاختيارات، في اختيارات كتيرة جدا، في ناس كتير ما تعرفش عنهم حاجة. اللي خرجوا من الشهادة الإعدادية يقدموا أوراقهم فين؟ إيه هي الاختيارات المتاحة قدامهم واللي ممكن تأهلهم بالفعل لسوق العمل وتكون بالنسبة لهم مستقبل كبير جدا؟ إحنا معانا تفاصيل كتير في هذا الموضوع وحابين حضراتكم كده تركزوا معانا عشان تختاروا لأولادكم صح. معانا صديقنا العزيز عبر زوم الأستاذ عبد الرحمن عبادي، خبير ملف التعليم، واللي هيجاوب لنا على أسئلتنا النهاردة. يا أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. مساء الخير على حضرتك استاذه كريمه وعلى الساده المشاهدين. الناس دايما مش متصوره ان في اختيارات كتير غير الثانويه العامه او التعليم الفني، مش شايفه ان في حاجات تانية. احنا عندنا اختيارات تانية يا استاذ عبد الرحمن؟ عندنا اختيارات كتيره، ويمكن هي الاختيارات الاكبر في الفتره الحاليه بالنسبه لطلاب مرحله الشهاده الاعداديه. ويمكن قبل كده من سنوات طويله كنا دايما بينظر نظره ضمنيه لمنظومه التعليم الفني، لكن يمكن في الاربع سنوات الاخيره حصل تطور لافت للنظر ويمكن محتاج يدرس كظاهره، هو التغير افكار المجتمع نحو التحاق ابنائهم بمنظومه غير منظومه الثانويه العامه. صحيح. ايه بقى الاختيارات اللي عندنا؟
احنا عندنا في التعليم الفني احنا عندنا اول اختيار الثانوية العامة للناس اللي عايزة تاخد المسار الطبيعي ثانوية عامة وبعدها الكليات والمعاهد. عندنا 2800 مدرسة تعليم فني في مختلف تنوعاته، الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي. وعلى فكرة هذه المدارس بدأت في الفترة الأخيرة تشهد تغيير في طبيعة منظومة التعليم بيها بشكل هيجذب المجتمع أكتر ليها في المرحلة الجاية. يعني 1300 مدرسة من 2800 تقريبا بدأوا يطبقوا ما يسمى بنظام الجدارات التعليمية، ونظام الجدارات ده أشبه بفكرة إكساب الطالب مهارات تربوية ومهنية تناسب احتياجات سوق العمل وتتطور وتتحدث باستمرار مع تطور هذا السوق. الـ 1600 مدرسة دول بدأوا يلفتوا النظر كتير جدا كتير من طلاب الثانوية الإعدادية العامة، بدأوا يبصوا ناحية هذه المدارس، وأصبحت حتى في المجموع الالتحاق بها بتنافس الثانوية العامة. يمكن الثانوية في النوع الثاني بقى وده الأهم. طب جدا استنى كده هاخدهم واحدة واحدة. يبقى أول اختيار عندنا الثانوية العامة اللي انتوا عارفينها، تاني اختيار المدارس الفنية كلها، حضرتك قلت لي الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، صحيح؟ دول غالبا بيخرج منهم 10% على الاقل بيدخلوا الجامعات بعد هذه المدارس، وبقيت حضرتك قلت بتعمل دراسات تخصصيه دلوقتي. ايه الاختيار الثالث؟ بالمناسبه حضرتك عدد الطلاب دول اكتر حتى من طلاب الثانويه العامه. عظيم. اللي هم بيلتحقوا التعليم الفني. النوع الثاني المدارس، وهو النوع المستحدث منذ فتره قريبه من سنه 2018، هو منظومه المدارس التكنولوجيه التطبيقيه، وهي نوعين. نوع مدارس تكنولوجيا تطبيقيه حوالي 72 مدرسه، كنا بنتكلم من سنتين ثلاثه في 22 مدرسه، دلوقتي 72 مدرسه، وعندنا 10 مدارس تطبيقيه دوليه بتدرس فيها باللغه الانجليزيه وبعضها باللغه الايطاليه. وعندنا نوع ثالث هو ما كان يسمى قبل ذلك بالمجمعات التكنولوجيه، وده كان منتشر في 3 محافظات، في الفيوم وفي اسيوط وفي القاهره، 5 مدارس. دلوقتي هذا النظام أصبح أكثر تطوراً، وأصبح كمان له فرصة إن هو تحت مظلة جامعة من الجامعات التكنولوجية اللي تم إنشائها في الفترة الأخيرة. المدارس التكنولوجية يعني دلوقتي بقت موجودة وعليها إقبال وبتبقى تحت إشراف الجامعات التكنولوجية، فبالتالي مش التكنولوجية التطبيقية، لا أنا بتكلم عندنا مدارس التكنولوجية التطبيقية اللي هم 72 مدرسة دول باشتراك مع شريك صناعي، يعني مع شركات ومؤسسات صناعية كبرى، وعشرة فيهم شريك صناعي وفيهم أيضا شريك دولي، يعني فيهم جهة دولية، جهة تعاون دولية بتمول وبتدعم بخبرات عالمية تساعد على فكرة معيار الشهادة، أن الشهادة تكون شهادة معيارية عالمية. يعني احنا مش بنطلع مجرد طالب هياخد شهادة ثانوية فنية معترف بيها في مصر بس، لا ده بيعترف بيها بره. هايل. ايه بقى اللي بعده؟ اللي بعده اللي متاح عندنا لاولادنا المنظومه الثالثه هم الخمس مدارس التابعين للمجمعات التكنولوجيه في الفيوم وفي اسيوط وفي القاهره وفي راس وفي ابو غالب في الغردقه. وفي النوع الاخير وهو نوع قديم شويه اللي هو التعليم المزدوج، ده اللي كان 5 سنوات اللي هو كان بشراكه مع الجانب الالماني وكان في منه بشراكه مع جانب ايطالي. هذا النوع برضه من النماذج اللي بيحصل عليها اقبال واللي بتحوز على ثقه المجتمع. لكن اهم الانواع على الاطلاق واللي مصر بتتوسع فيه في الفتره الاخيره واللي المجتمع بدا يثق فيه بشكل كبير يفوق حتى الثانويه العامه، يعني السنه اللي فاتت الطلاب كانوا جايبين 90% ومش عارفين يدخلوا هذه المدارس اللي هي المدارس التكنولوجية التطبيقية بشقيها العادية والدولية. ال 72 مدرسة دي اللي من ضمنهم اللي بتؤهل للطاقة الذرية. أنا قريت خبر إن في مدارس فنية للطاقة الذرية وحاجات كده، وفي مدارس فنية للصناعات العسكرية عندنا 60 تخصص جميعها بتواكب احتياجات سوق العمل، وجميعها بتتعامل مع تخصص مع منظومات العمل الجديده اللي عليها اقبال في المجتمعات المحليه والاقليميه كمان والعالميه. هاي طب استاذ عبد الرحمن، السؤال اللي هيساله كل اهالينا دلوقتي، اقدم في المدارس دي ازاي؟ بتقدم عليها فيها ازاي؟ تروح لحد المدارس وتقدم الملفات بتاعتك اذا كان المجموع بتاعك يتوافق، ولا اونلاين، ولا في يعني موقع الوزاره، بنقدم ازاي؟ طيب النوع الاولاني اللي هو النوع الثانويه الفنيه واللي بيطبق فيها نظام الجدارات والمهارات دلوقتي،
دي بيحصل فيها زي تنسيق الثانويه العامه بالظبط، بتحدد حد ادنى للالتحاق بكل مدرسه، وبيتم فتح باب القبول بيها على حسب طبيعه المكان، هو غالبا اونلاين. الوزاره هتعلن خلال ايام هذا الموضوع، وغالبا بيبقى في شهر 7 بعد اعلان نتيجه الدور الثاني للثانويه العامه. ومجاميع الثانويه العامه والمجاميع غالبا بتفوق احيانا الثانويه في بعض المحافظات. يعني بعض المدارس مجموعها بيفوق الثانويه العامه. بالنسبه للمدارس التكنولوجيا التطبيقيه، كل مدرسه لها شروط ووضع يختلف عن المدرسه الثانيه. ليه؟ لان احنا قلنا كل مدرسه هي فيها شريك صناعي، الشريك الصناعي ده بيحدد متطلبات الطالب ومهاراته. غالبا دي بيبقى فيها نوع من المقابله، فيها اختبارات لغه انجليزيه، فيها لان اصلا طبيعه التعليم فيها زي ما قلت لحضرتك هي مختلفه تخصصية. عن التعليم. طيب معنى كده ان انا علشان اخد معلومات عنها وطريقه التقديم قبل ما اروح اقدم واعمل انترفيو ادخل على الموقع بتاعها مثلا؟ موقع وزاره التعليم العالي، وزاره التربيه والتعليم، عليه كل ما يخص هذه المدارس وكل مدرسه بشروطها وقائمه المدارس المتاحه. هم في 19 محافظه، مدارس التكنولوجيا التطبيقيه في 19 محافظه. كل مدرسه بشروطها المطلوبه. وضحت، انت سهلت علينا كتير جدا وهتسهل على اهالينا قوي يا استاذ عبد الرحمن. انا بشكرك جدا على المعلومات اللي اديتاني. زميلنا العزيز الاستاذ عبد الرحمن عبادي خبير ملف التعليم، شكرا جزيلا. ويعني انا مش عارفه اقول لك ايه الحقيقه، يعني انا قابلت ناس كتير جدا بتسال انا ابني مش جايب مجموعه ثانويه عامه اوديه فين؟ شفتوا قد ايه في اختيارات متاحه؟ لو سمحتوا بصوا في كل الاختيارات قبل ما تختاروا المدرسه اللي تتناسب مع ميول ولادكم كمان، ده شيء مهم. القصة الثانية اللي معانا النهاردة، أنا فوجئت إن عدد المتابعين على اليوتيوب وصل لمليون ومئة ألف شخص بيزرع اللي بياكله، لدرجة إن هو حتى اللي بيشربه كمان بدأ يزرعه. ده بدأ يزرع قهوة يا جماعة علشان يشربها، لأن القهوة اللي بيحبها. شخص من سينا قدر يعمل المعجزة دي، نعيم حجاب هو القصة القادمة ويستحق أن يكون حديث القاهرة. الناس بتتابعه عشان تتعلم منه تزرع إيه وتزرعه إزاي، وإزاي تعمل جنينة بيتها أو تعمل حديقة صغيرة في بيتها أو حتى فوق سطوح بيتها تقدر تاكل منها. خليني أرحب بيه. نعيم حجاب معانا عبر زوم من سينا الحبيبة. يا أستاذ نعيم مساء الخير. يا أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة أنا فخورة بيك وبعيلتك كلها اللي شفتهم في الفيديوهات، وبحييكوا جدا يعني. الله يخليك، ربنا يخليك، ده من ذوقكم، وشكرا جزيلا على استضافتكم والحمد لله. احنا بنشكرك على القبول. والسؤال هو انت فعلا بتزرع اللي بتاكله؟ بنسبة كبيرة الحمد لله، يعني طبعا مع الوقت حظ 3-4 سنين اللي فاتوا اكتشفت ان ممكن اعمل اكتفاء ذاتي جوه البيت، والحمد لله اغلب الحاجات اللي بنروح نجيبها من السوق زي الخضروات الورقيات اغلب الحاجات دي، حتى الحاجات اللي عند العطار زي البذور وكده الحمد لله برضو كل حاجة قدرت مع الخبرة والوقت إن أنا وكسبت ثقة ناس كتير الحمد لله، وبدأ في متابعين لي وكده، والوضع أصبح كويس الحمد لله، وفي عندي اكتفاء ذاتي بالنسبة للحاجات دي كلها. طب أنت هتهلي كده واحدة واحدة، أنت الجنينة عندك أو المساحة اللي بتزرعها تقريبا قد إيه؟ ولا هي كلها أرض، ولا في أماكن أحواض زراعية أو في بلكونة أو فوق سطوح أنت بتستخدم المساحات دي كمان؟ لا والله كان عندي بيت، أنا كنت عايش في الخليج كل الشباب يعني أكتر من 10 سنين، وبعد ما رجعت كان عندي البيت اللي انا قاعد فيه ده على شاطئ البحر في منطقه المساعيد هنا في مدينه العريش. فمع الوقت طبعا متعود على الوظيفه والوضع في الخليج والوظيفه وكده، وجيت فتحت محل بن، وكان ده البدايه بالنسبه لي، يعني عايز اشتغل زي اي حد عنده عيله عايز يشتغل. وبعد كده الوضع اتغير وسبت محل البن والشقه وجيت نقلت في البيت اللي انا فيه، جنينه والبيت اللي انا فيه، والحمد لله في قطعة أرض خلف البيت ضمتها لبيتي مع الوقت، وبدأت أزرع. عندي شغف وحب للزراعة من وأنا صغير، أي حاجة أكلها يعني تفاح لازم أمسك البذور بتاعتها كده وأحطها في شوية التربة، فكان عندي الشغف ده من والدتي حتى علمتنا الكلام ده من وإحنا صغيرين، فالموضوع بدأ يتطور معايا والحمد لله. مع الخبرة بقى لقيت إن أنا كل حاجة قادر أزرعها في البيت، واهتميت بحاجات كتير جدا، والنباتات والاشجار المثمره والفواكه والحمد لله. يعني الموضوع سهل مش صعب يعني فكره ان انا ازرع ويبقى عندي صبر لان النبته تكبر ولان انا اقدر ارعيها لحد ما تعمل محصول، سهل عليك قد ايه؟ سهل عليك قد ايه في حياتك انك تبقى عارف ان الزرعه اللي بتاكلها دي جت منين ومعمول لها ايه ومحطوط فيها ايه؟ واحنا كلنا بقينا بنخاف من تعرف بقى طبعا الحاجات اللي بتتحط في المزرعه.
ده الأساس حضرتك. يعني الحاجة لما بتبقى مزروعة جوه البيت بتبقى أغلبها معمولة بدون أي تدخل كيماوي أو أي حاجات تكبرها بسرعة، أورجانيك عضوية منه فيه. يعني مثلا واحد عنده طيور، أنا آسف، بياخد السمات بتاعها بيدمجوا مع البذور والحاجات دي بتبدأ تكبر، ثمرة الطماطم، شوية الكزبرة، الحاجات دي، أي حاجة في البيت يعني كمثال نقدر شوية تربة وكده نزرعها ونهتم بيها ونديها مية. بعد كده حتى لما نيجي ناكلها بتبقى الأكل احنا واثقين فيه وبيدي أورجانيك. محصول فعلا، يعني بيدي محصول يكفي البيت ان انا اكل منه. يعني على سبيل المثال اخر 3 شهور دول مثلا انا لا اتذكر ان انا اشتريت جرجير، خيار، كوسة، طماطم، بتنجان، الحاجات دي كلها، البقدونس، الورقيات، اغلب الحاجات دي، غير طبعا ما شاء الله الحاجات المثمرة، وفي غيره كتير، غير الاعشاب. يعني اغلب الحاجات اللي موجودة عند العطار موجودة عندي في البيت، الروزماري، الشيح، المرمرية، مع الاهتمام بقى. يعني الموضوع عامل زي الهواية والشغف، وزي ما الواحد بيربي أبنائه وأطفاله كده بالزرع نفس النظام. وأنا شايفهم ما شاء الله كلهم إيديهم في إيديك في حكاية الزراعة دي، بشوفهم في الفيديوهات. طب سؤال كمان، يعني تزرع كل المزروعات دي أنا ممكن أفهم تعمل منها اكتفاء ذاتي ماشي، لكن تزرع القهوة يعني يا أستاذ نعيم؟ القهوة بسبب تمام القهوة بسبب المحل. يعني أنا عندي محل قهوة كافيه، آخر سنة اللي فاتت دي أصبحت الأسعار أوفر، حضرتك فاهمة طبعا، خيال ومغشوشة كمان، يعني يا ريتها حقيقي. بدأت تهتم بالظبط وأنواع كتير جدا والأسعار بقت خيالية، فجيت مع الوقت قلت لا. في البداية لازم الإنسان يدور ويشتري شجرة واحدة من القهوة، يعني عندي الشغل موجود الكافيه وكده بس الأسعار، وقلت طب ما أنا أحاول مع الوقت، ما كل حاجة خدت مني وقت سنين لحد ما أصبح عندي خبرة في كل حاجة بالنسبة حتى للخضروات وكده. فبرضو القهوة نفس النظام، جبت شجرة والحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا أتذكر أول شجرة، تاني سنة كبرت وإديت حوالي 300 بذرة. البذور دي زعت منها لأصحابي وأنا زرعت، وأصبح دلوقتي عندي حوالي 20 شجرة ما شاء الله، وكل شجرة بتكبر وبعد 3 سنين يبدأ محصولها يبقى غزير جدا. فغير حتة حتى الدخل والفلوس، الواحد الشغف وحبه للشيء، وبن عربي كمان يعني من صحيح. احلى انواع العربي وينفع يتزرع عندنا، لان انا مره سالت حد من المسؤولين عن الزراعه قال لي درجات الحراره عندنا لا تسمح. انت ايه، زارعها بشكل عادي ولا في صوب ولا عاملها ايه؟ كل حاجه في الاول بجيبها كتجربه يعني بجرب، لكن طبعا مع الوقت بفهم ان هي ليها اجواء ومناخ معين. جيت للقهوه لقيت انها عايزه جو فاجي استوائي دافي، خلاص اقدر اهيئه انا عندي، ممكن اعمل صوبه، ممكن اعمل مكان كده معرش كبير واقدر احط فيه كل الحاجات وتنتج وتكبر. يعني حتى الكوفي ده اندور، في ناس بتزرعه اندور يعني بيحتاج بس الاضاءه وجوه البيت. عارف انا فخوره بيك جدا يا استاذ نعيم جدا والله، واتمنى انا بدات على فكره انا ماشيه على نهجك، يعني انا زرع في البيت حاجات كتير، باكل من اللي بزرعه برضو بس مش زيك كده. انا بشكرك. طب لازم نتواصل مع حضرتك. عندي بلاوي طبعا، انا همشي على خطاك ما تقلقش يعني. انا فعلا بشكرك جدا من قلبي، واتمنى كل الناس تطبق تجربه زي تجربتك، ويبقى كلنا حاسين بده بنعمه ان احنا ناكل من زراعه ايدينا. بشكرك جدا مره تانية، وتحياتي لاهالينا في سينا كلهم. لمي ميرسي لحضرتك والقاهره والناس والمشاهدين الكرام. تسلمي. شكرا جدا. شكرا. التجارب الجميله دي استاذ نعيم ببساطه شديده عمل لنا التجربة الحلوة دي، ما تنسوش تجربوا. القصة القادمة، أنا قريت الخبر تقريبا شبه جالي صدمة، يعني ده ممكن يكون حقيقي؟ العالم بيعاني من مجاعة يا ناس، في إيه ده في حاجة غلط. وبعدين حفلة معمولة في الكويت العنوان بتاعها ليلة النكد، طبعا كفايه انها نكد يعني بصراحه، احنا شفنا حفله ليله الاحزان وليله النكد، ويعني مش عارفه العالم كله بيتجه في هذا الاتجاه ليه. 5 من الفنانين بيحيوا هذه الليله في الكويت، لكن الاخبار اللي احنا شفناها ان المقابل بتاع هذه الحفله بيوصل ل 13 مليون جنيه للتذكره. انت ممكن تصدق؟ تخيلوا يعني ليه، يعني 90,000 دينار، يعني ايه 90,000 دينار؟ والدينار للي ما يعرفش هو بأكتر من 3.3 دولار، المفروض ان هو كده يعني. لكن اكيد الخبر ده فيه حاجه غلط، لان احنا شفنا الخبر وشفنا الاسعار وشفنا قائمه الاسعار كمان منشوره، يعني
لكن هل ده بالفعل حقيقي ولا احنا في تفسير غلط للموضوع او طريقة كتابة مختلفة؟ انا هاخد الخبر اليقين من اكبر صحفي وناقد فني في الكويت، صديقنا العزيز الاستاذ ياسر العيلة اللي معانا عبر زوم من الكويت. يا استاذ ياسر مساء الخير. مساء الخير يا استاذة كريمة، اخبارك ايه؟ انا كويسة وسعيدة جدا بشوفتك، وحابه سعيدة لو تقولي ايه حكاية الحفلات اللي تذكرتها كام مليون جنيه دي، ده حقيقي؟ طبعا الرقم غلط، مش عارف جاب الرقم منين. التذكرة بتاعت الحفلة دي، ودي من الحفلات اللي مش غالية، متوسطة 90 دينار اعلى فئة و 30 دينار او 35 دينار اقل فئة، لكن هي بتتكتب 90 وجنبيها بوينت وصفار، يعني طريقه كتابه مش اكتر. ما فيش حفله ب 90,000 دينار يعني، كنت اشتغلت مطرب انا والله. والله خدني معاك كمان يا استاذ ياسر، انت عارف ده انا ما هصدق ده اذا كانت التذكره كده، بس فعلا انا موافق. طريقه الكتابه فعلا 90 وفاصله وثلاث اصفار، فباين ان كانها 90,000، وده اللي خلى زمايلنا في الصحف المختلفه يكتبوا الارقام دي. طيب انا سؤالي شوفي هو اتفضل الاول يا استاذ ياسر قبل ما اسال. اسعار الحفلات دايما، يعني مثلا كان في حفلات العيد الفطر اللي فات او شهر 5 اللي فات، كان في حفله لشيرين عبد الوهاب وحفله لبهاء سلطان وتامر عاشور ومطرب سعودي اسمه عايد، كانت الاسعار من 40 دينار حتى 180 دينار اللي هي البي في اي بي. حفلات عبد المجيد عبد الله النجم الكبير كان المفروض يعمل حفله واحده بعد ربع ساعه سولد اوت، عمل حفله ثانيه بعد ربع ساعه سولد اوت، عمل حفله ثالثه بعد كل ربع ساعه سولد اوت. ما شاء الله. قال لهم لا كفايه ثلاث حفلات مش هعمل ثاني خلاص. وكانت اسعار التذاكر كام؟ من 70 دينار ل 180 دينار، ده المعلن اللي بيتباع الرسمي، لكن عشان الاقبال الكبير على عبد المجيد عبد الله في الكويت كان في سوق سوداء، والاسعار انا سمعت ان وصلت اسعار ب 250 دينار، ده رقم طبعا رقم احنا بنتكلم انت عارف في كام، يعني احنا بنتكلم لو بالسعر العادي 180 دينار يعني انت بتتكلم في تقريبا 600 دولار على الاقل، ولو بنتكلم في يعني انا هريحك اضرب الدينار في 150 جنيه على طول. يلا دي حياة بسيطة قوي. طيب أنا سؤالي بقى، يعني من الأسعار بتاعت الحفلات بس اللي هي أكيد مش 90,000 دينار اللي كام مليون جنيه دي زي ما كتبت الصحف عندنا في مصر، ليه حكاية حفلات ليلة الأحزان وليلة النكد وليه كده يا أستاذ ياسر؟ تفسيرك إيه للموضوع؟ هي في موسم الرياض كان عامل حفلة اسمها ليلة الدموع، جاب الأغاني المطربين اللي هم دايما ميالين للأغاني الحزن والشجن، يعني زي محمد محي زي تامر عاشور زي اللي هم بيغنوا اغاني حزينه دايما، ما تتقبليش منهم غير الاغاني الحزينه. نجحت الحفله دي في وقتها، وكان اول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد فتره غياب، كانت مفاجاه الحفله انها طلعت غنت اغنيتين ثلاثه. انا فاكر في الحفله دي منتج من المنتجين انا في الكويت حب يمشي على نفس النهج، مش هيقدر يقول حفل ليله الدموع، قال لك يلا بقى خليها النكد، بكره النكد، بكره ليله النكد، وجاب خمسه من المطربين اللي هم مسلم واحمد باتشان ورامي جمال وحماده هلال وفريد. كان المفروض ان يكون معاهم تامر عاشور، بس اعتقد تامر عاشور اعتذر لانه قدم نفس الاجواء ده، الكونسيبت ده قدمه قبل كده زي ما قلت في السعوديه. طيب يعني انت عندك اي تفسير للموضوع جماهيريا، الناس ليه بتروح الحفلات دي يعني بعد كل خبرتك دي بصراحه؟ اولا يعني انا شايف الناس هنا متعطشه لاي حفله، ليلة النكد، ليلة الفرح، ليلة أي حاجة، المهم يعني مجرد متنفس. حمادة هلال أول مرة يغني في حفلة في الكويت، وبعد النجاح الكبير اللي حققه في رمضان والمسلسلات بتاعته صحيح، ففي جمهور كتير حابب يجيله. زي ما قلت لحضرتك أسعار التذاكر تعتبر مش غالية قوي، ففي إقبال عليها، لكن هي مش فكرة النكد، دي أسلوب تسويقي مش أكتر يعني على ما أعتقد. يعني ان شاء الله اللي يدخل ما يتنكدش عليه يطلع مبسوط. يعني انا بشكرك جدا طبعا لكل المعلومات اللي اديتها لي وتصحيح المعلومه، لانها انتشرت جدا على صفحات الصحف عندنا وفي مواقع الاخباريه المختلفه. يعني الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ ياسر العيله، انا بشكرك وتحياتي ليك ولكل الناس في الكويت. شكرا. شكرا ليك يا استاذه، سعداء بيكي طبعا. وانا كمان سعيده جدا باللقاء ده. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حديث القاهرة، لسه عندنا كتير.
بحضراتكم من جديد، لسه معاكم وحديث القاهرة. وصلنا للفقرة دي اللي بنبتديها كالعادة يوم السبت، وأهم الأحداث اللي كانت حديث القاهرة على مدار الأيام اللي فاتت. ويتربع على عرش الحديث الكروي والرياضي في مصر فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو 2-1. الماتش كان يوم الخميس اللي فات. الماتش الجاي لمصر والمنتخب المصري هيكون أمام غينيا بيساو يوم الاثنين اللي جاي الساعة 7 مساء. احنا طبعا عارفين ان المنافسات دي هي منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كاس العالم بين الفرق الإفريقية، واللي ان شاء الله ان شاء الله مصر تحقق فيها المرجو منها. طبعا احنا شفنا كل احداث المباراه، زي ما احنا عارفين عدد من عدد كبير جدا من المشجعين كانوا ماليين استاد القاهره، جو من البهجه والفرحه، دعم معنوي للاخر. كل هدف كان بيتم تسجيله كان بيتبعه صيد من التشجيع والمحبه، لدرجه ان المشهد الخاص بالنجم الكوره العالمي محمد صلاح وهو بيرقص مع الجماهير كان مثير جدا جدا لشهيه الصحافه وتناقلته وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. وطبعا كان تعليق يعني المشرفين على المنتخب وخصوصا كابتن ابراهيم حسن، قال دي كانت الروح اللي موجوده في الفريق. وفعلا احنا سمعنا هنا تعليقات من المتخصصين في عالم الرياضه قالوا الماتشات اللي احنا هنلعبها دي مش ماتشات ناس قويه وناس ضعيفه، دي ماتشات روح قويه وروح ضعيفه. ان شاء الله تستمر الروح بتاعه الفريق المصري كده لحد ما نوصل لاعلى مكان. الخبر الثاني هو خبر مهم جدا، وطبعا لما نسمع ونقرا ان مصر تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميا. الخبر ده خبر مهم جدا، وعلى فكرة القفزة دي زي ما حضراتكم شايفين من 2015، سنة 2015 مصر كانت بتحتل المركز 118 في مؤشر جودة الطرق عالميا. من 2015 بقى لحد 2024 احنا عدينا 100 مركز ووصلنا للمركز 18. طبعا ده إنجاز كبير جدا، يعني من 2015 لحد 24 يعني يدوب 9 سنين وصلنا فيهم وقفزنا هذه القفزة الكبيرة. ده مهم. إيه بقى الحاجات اللي خلتنا نعدي 100 مركز دول؟ إن من المفترض إحنا كنا حاطين 7000 كيلومتر كهدف للطرق المستهدف تنفيذها في المشروع القومي للطرق، ونفذنا منهم 6300. حطين 10000 كيلومتر الطرق الرئيسية اللي كان مستهدف تطويرها ورفع كفاءتها، وسجلنا منها 8400 كيلومتر. طبعا التكلفة كانت عالية جدا، أخدت يعني مجهود كبير جدا، وأخدت من ميزانية مصر كتير جدا. لكن مش بس رفعنا ده، احنا قللنا كمان عدد الوفيات على الطرق بناء على هذه الدراسة بنسبة 17.9%. طبعا الحفاظ على حياة البني آدمين شيء مهم جدا، وكمان تسهيل حالة التجارة اللي ممكن توصل من محافظة لمحافظة. إنجاز كبير قوي زي ما احنا شايفين، وطبعا ده ترتيب الدول كلها لحد المركز 50، وزي ما احنا شايفين ان مصر وصلت فيه للمركز 18 وفق ما نشرته وسائل الإعلام العالمية اللي نشرت مؤشر جودة الطرق العالمي لعام 2024. إنجاز جميل واحنا كلنا شايفينه. طبعا زي ما قلنا تكلفة من ميزانية الدولة كتير، لكن الإنجاز كان ليه فايدة بالشكل اللي احنا شفناه ده. هنا لغز شغلت الرأي العام مش بس بتصريحاتها على مدار سنوات، لأن في طبيبة مصرية توفيت في تركيا. الحادث كان مأساوي. الطبيبة المصرية نهى محمود سالم قرينا أخبار عن حادث مأساوي واكتشاف جثتها بجانب صندوق قمامة في تركيا، وإن الجثة كانت مشوهة لدرجة إن مكبوب على وشها مية نار عشان يتم محو أثار هذا الوجه، محدش يتم التعرف عليها، محلوق شعرها زيرو، متعذبة لدرجة، أنا أسفة طبعا أن أنا بقول ده، لكن ده وفق البيانات اللي خرجت، إن أظافرها تم انتزاعها، حالة تشوه كامل في الجلد والجسد، يعني اتعرضت لتعذيب شديد جدا، وبعدها ماتت وترمت بالطريقة المهينة دي جنب صندوق قمامة في تركيا. حادث مأساوي جدا لطبيبة مصرية
بدأت تتكشف الأمور واحدة واحدة عن طريق نشر رسائل صوتية كانت بعتها لأحد أصدقائها اللي موجودين في مصر، وقالت إنها كانت راحت تركيا علشان تتجوز من شخص مصري، وبالفعل اتجوزته، لكن اكتشفت بعد ما راحت هناك إنه تقريبا كذب عليها في كل المعلومات اللي ادها لها. هم تعرفوا على الإنترنت على السوشيال ميديا وقرروا إن هم يتجوزوا، فسافرت له. لما راحت هناك اكتشفت إنه مديون، مش قادر يدفع فلوس السكن اللي هو ساكن فيه، واكتشفت كمان إنه لسه متجوز ومراته على ذمته وعنده 4 ولاد وعايزها تصرف معاه عليهم، وإن هو معهوش الجنسية التركية زي ما كان قال لها، وبالتالي صعب عليها جدا إنها تاخد الإقامة. لحد كده الجزء ده من الحكاية مأساوي وصعب. إحنا مش عارفين مين اللي قتلها لسه، لحد دلوقتي مفيش بيان رسمي من هو القاتل، لكن لحد دلوقتي هو ده اللي بيظهر. لكن مين هي هذه الطبيبة المصرية؟ مين نهى سالم؟ نهى سالم مصرية أثارت حالة من حالات الجدل على السوشيال ميديا وفي الإعلام فترة طويلة جدا، فاكرين لها لقاءات إعلامية، عملت أكتر من كتاب، من ضمنهم كتاب لماذا خلعت النقاب، من ضمنهم كتاب تاني للحجاب، وكتاب آخر عن الجنس. كل تصريحاتها كانت مثيرة للتساؤل، اتعرضت لكتير جدا من المواقف، وأبنائها طلبوا منها بعد ما خلعت النقاب وبعد خلعت الحجاب إنها تسيب البيت وتمشي وقطعوها. زوجها طلقها لأنها خلعت النقاب وخلعت الحجاب، وقالت إنها تعرضت لمهانة شديدة جدا رغم قصة حب كبيرة كانت بينها وبين جوزها على مدار سنوات طويلة، إلا إنه تخلى عن كل ده لمجرد إنها غيرت قناعتها فيما يتعلق بالحجاب. وقالت إنها بدأت تحتكم للعلم أكتر، وعلشان كده بدأت تناقض حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي كانت مؤمنة بيها قبل كده، أيا كانت اللي هي كانت بتعمله صح ولا غلط، أيا كانت أفكارها المتحررة جدا عن الجنس والعلاقات الشخصية أو عن الحجاب أو عن الدين أو عن ربنا نفسه. أنت ممكن تختلف معاها، لكن الحقيقة أن هذه الميتة البشعة مثيرة للتساؤل، وأي شخص يحمل جنسية مصرية في أي بلد في العالم يتعرض لمثل هذه الجريمة لازم يتكشف الموضوع ونجيب حقه، لأنه في الآخر مصري. طبعا ربنا يرحمها، الموتة شنيعة جدا، صعبة جدا، لكن أثارت التساؤل والجدل في حياتها وكتابتها وحتى في وفاتها. الله يرحمها، ما عندناش حاجة تانية نقولها غير كده. ومن هذه الطبيبة المصرية لخبر مهم جدا، وهل بدأ سلسلة الهجوم على السفارات الأمريكية كان علامة استفهام كبيرة أول ما قرينا الخبر ده. الجيش اللبناني بيقول الهجوم على السفارة الأمريكية نفذه شخص يحمل الجنسية السورية. طبعا لحد دلوقتي ايه الدافع وراء هذه الجريمة لسه مش عارفين. السفارة الأمريكية في لبنان هي تاني أكبر سفارة لأمريكا في العالم من حيث المساحة، الأولانية في بغداد ودي التانية، وتخيلوا إنها قد البيت الأبيض مرتين، قد كده كبيرة وبيتم تعميرها دلوقتي. حصل إن في 4 أشخاص زي ما قالت وسائل الإعلام استقلوا سيارة وراحوا بالقلب من هذه السفارة، واحد فيهم كان سايق العربية وثلاثة نزلوا. الأولاني ضرب نار بشكل عشوائي من سلاح بسيط، وده تم قتله على الفور من خلال طقم الحراسة والجيش اللبناني المحيط بالسفارة، والتاني هرب معرفوش يجيبوه، والتالت أصيب ووقع على الأرض واتاخد للمستشفى. التالت ده بقى هو اللي حاليا بيتم علاجه من إصابته في المستشفى عشان يتم استجوابه. كل اللي عارفينه عن الموضوع إن الفيست اللي كان لابسه الشخص اللي مات كان عليه عبارات أصولية زي ما بيقولوا إن هو ينتمي إلى جهة ما، وكان المعلن إن ده بسبب الحرب على غزة. هل أفاد هذا الموقف الحرب على غزة ولا لأ؟ هل الموضوع ممكن يتطور لحاجات أكتر من كده ولا لأ؟ هنعرف الأيام اللي جاية. نروح للي بعده، وده موضوع لطيف جدا. احنا عندنا الناس بتوصل لخمسين سنة ستين سنة تقول يلا خلصت رسالتي حسن الختام. ايه رأيكم بقى؟ امريكي عمره 100 عام يتزوج من خطيبته البالغة 96 عام، ده مش هزار. النهاردة تحديدا يوم السبت الفرح موجود في واحدة من المدن الفرنسية، تحديدا اللي شهدت رسو الباخرة نورماندي واللي كان فيها جزء مهم جدا من الحرب ضد النازي واللي حررت فرنسا. هذا الشخص هو واحد من المحاربين القدماء، واللي من 80 سنة بالتمام والكمال نزل على نفس المكان والمرسى ده علشان يشارك في تحرير فرنسا.
هذا الرجل وصل مع خطيبته اللي عندها 96 سنة وهو عنده 100 سنة لهذا المكان مرة أخرى عشان يحتفلوا بزواجهم وسط عدد قليل من الأصدقاء والمعارف والأحباب. بالمناسبة هيشاركوا في مسيرة بسيطة مع عدد من المحاربين القدماء علشان دعم السلام في العالم والتذكرة بالتضحيات اللي هم قدموها. وهذا الشخص بالمناسبة هذا المحارب القديم تم تكريمه سنة 2019 من الرئيس الفرنسي بأعلى وسام في تاريخ فرنسا. ده صورة الزوجين وعقبال الناس كلها يعني الوقت مش متأخر أبدا، لحد 100 سنة لسه قدامك الفرصة وربنا يدينا العمر جميعا. هذا الخبر مقاومة من نوع آخر، ولكن هل ستصمد المالديف؟ المالديف أو جزر المالديف زي ما هي معروفة عندنا أخذت قرار أنها تمنع دخول الإسرائيليين أراضيها رسمياً بسبب الحرب في غزة. تم اتخاذ قرار أن كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية غير مسموح ليه بدخول جزر المالديف، ومعروف أنها من أهم الوجهات السياحية الغالية جداً في العالم والمفضلة عند الناس. المالديف للناس اللي مش عارفة بلد أغلب سكانها مسلمين، وما عملتش كده بس، دي كمان عملت هيئة كاملة علشان إنها تلم تبرعات وقالت دعم من أهل المالديف أو المالديفيين لأهلنا في فلسطين، وبدأت تلم تبرعات فعلا علشان تدعم فلسطين وتبعتها لهم، ودي طبعا كانت لفتة إنسانية مهمة جدا. الأمريكان حتى هذه اللحظة بيقولوا إنهم هياخدوا قرار لوقف دعم المالديف، والفلوس اللي بيبعتوها لها كدعم اقتصادي هيوقفوها عنها عشان هذا الموقف، وحتى قرروا ان هم ياخدوا قصادها اجراءات علشان شافوا ان ده معاداة لليهودية ومعاداة للسامية. خلينا نشوف برضو الملف ده هيجي منين، لكن مقاومة تستحق الوقف. شكرا لأهل المالديف. ومن جديد عمرو دياب الى الواجهة. علامة الاستفهام هنا هي ماذا أصاب النجم عمرو دياب؟ لدرجة إن الناس على السوشيال ميديا بيقولوا هل دي تبعات العمر للنجم الستيني؟ هو نجم بلا منافس لكن يتعدى مرة على شخص باللفظ ويتعدى مرة أخرى على شخص آخر، ونتكلم عنه هنا إنه يضربوا على ظهره وهو مهندس للصوت علشان كان بيعمل حاجة في السماعات، ومرة ثالثة بينهر شخص آخر بشكل مبالغ فيه في أحد الأفراح، لكن المرة دي بقى كان الموضوع على مرأة ومسمع من الجميع. شاب قرب له في فرح يوم الجمعة اللي فات عشان ياخد صورة، ضربه بالقلم. شفته؟ ده شكل الفيديو. الفيديو ده أثار موجة من الغضب على السوشيال ميديا وقالوا مفيش إهانة أكتر من كده، ده معجب جاي ياخد معاك سيلفي تضربه بالقلم. طبعا الشاب اكتشفنا انه شاب صعيدي بيعشق الفنانين والمشاهير، وكل اللي كان عايزه انه ياخد صوره معاه، لكن تطور الامر الى انه انضرب بالقلم. احنا حاولنا نتكلم معاه لكن للاسف هو تقريبا في حاله نفسيه سيئه، ما بيردش على اي تليفونات خالص. وايه اللي بيحصل بالظبط مع عمرو دياب؟ دي ضربت الشهره ولا هو محتاج يروح لدكتور بعد تكرر الموضوع؟ معنا الناقد الفني الكبير الأستاذ طارق الشناوي، ولازم أعرف تعليقه. يا أستاذ طارق مساء الخير. أهلاً أهلاً، مساء الفل. تعليقك إيه على اللي حصل ده يا أستاذ طارق؟ يعني أنا أتمنى أن عمرو دياب طبعاً ده قامة وقيمة وعنوان جميل جداً لينا كمصريين وكعرب في العالم كله، اسم يعني كله نور وكله إبداع، أنه يتدارك اللي حصل ده، يطلع بيان مرئي. هو لا يوجد شيء يبرر ما حدث بالمناسبة. ممكن يكون حصل حاجة، كلمة أو شيء أو موقف للمعجب أدى إلى اللي شفناه على اليوتيوب. احنا شفناه بيحط إيده ناحية ظهره على فكرة، يعني احنا بنشوفناه بيحط إيده على ظهره، يمكن هو استاء مثلا من إنه لمسه. حتى ده أي مكان، حتى لو قال كلمة احنا ما سمعناهاش، افترض جدلا اتقالت كلمة لم نسمعها، مفيش أكثر، لكن لا يبرر أيضا رد الفعل. رد الفعل لازم الفنان اللي هو بيواجه الرأي العام زي عمرو دياب بقاله 50 سنة، قولي نقول 40 سنة عشان ما نكبروش، 40 سنة في الحياة الفنية بيقابل مواقف متعددة، لازم يبقى عنده ثبات انفعالي بعد كل التجارب دي، ما يفقدش ثباته، ما يردش على كلمة بكلمة، على موقف مخالف حتى لو كان حدث شيء. فهو بالتالي
اللي شفناها الحقيقه ضد عمرو نفسه. صحيح. يعني بيجعل الصوره الذهنيه بالنسبه له صوره سلبيه جدا، عليه انه يطلع بيان بسرعه وما يستناش. هو عمرو عنده مبدا تاني، الصمت. لا، في حاجات لا يجوز فيها الصمت يا عمرو. يعني لو الاشاعات يبقى في صمت، لكن انك تتعدى مره واثنين وثلاثه على اشخاص معجبين عاديين او ناس عاديين موجودين حواليك او حتى السواق، الموضوع كده بقى زياده عن الحد يا استاذ طارق. ولا عشان كده لازم هو يقول بيان وفيه اعتذار واضح، لانه الاعتداء مش على الاستاذ اللي شفناه وهو بيصفع، لا ده على المحبين، لانه كل واحد هيتفرج على اليوتيوب هيحط نفسه في مكان المعجب اللي بيحاول يعبر عن اعجابه حتى لو تجاوز في حاجه، لكن هو في الاخر بيعبر عن اعجابه، مش ممكن يبقى رد الفعل اللي حصل ده. عشان كده عمرو امامه حل واحد، لازم يقدم اعتذار للناس، مش بس لده، مهما كانت الاسباب، مهما كانت، لان احنا طبعا ما نقدرش نوقن بايه اللي حصل، ما حدش فينا يملك ده. صحيح. فانا بفترض جدلا انه حصل، ده حصل شيء، هو حصل احنا شفناه، بس ايه اللي حصل ايا كان، ايه هو حصل بالظبط، ممكن كلمه انت ما سمعتهاش ولا انا سمعتها، ممكن في حاجه حصلت. طيب استاذ طارق، بالفعل، لكن ده برضو لا يبرر سوى الاعتذار، ويظل عنده ثبات انفعالي، يجب ان يعود عمرو لعمرو اللي احنا نعرفه، وخصوصا انه متعود كل السنوات دي على المعجبين. اذا حضرتك طالب انه يطلع بيان، ده يجب ان يطلع بيان ويطلع اعتذار كمان، عشان كل معجب هيحط نفسه في هذا الموقف. طبعا طبعا. طب السؤال الثاني، عمرو اللي انا بقوله ده، قولي لي السؤال الثاني. على السوشيال ميديا بدات الناس تتكلم على تاثير العمر، وممكن يكون هو محتاج يروح لدكتور نفسي. هل انت بعد اللي احنا شفناه المتكرر ده ممكن يكون فعلا عمرو دياب بيعاني من شيء ما ومحتاج يروح لدكتور نفساني؟ لا عشان لا، انا مش عايز ان احنا يعني نتحول الى اطباء نفسيين ونقول ده يروح وده ما يروح. لا، يعني عايز اقول برضو في مبالغه في السوشيال ميديا في الهجوم او في شرح الموقف. انا زي ما قلت لك انه الموضوع ده كله ملوش غير حل واحد، يملكه عمرو النهارده، واي تاخير هو اللي هيدفع الثمن. بس انت عارف يا استاذ طارق ليه هم الناس بيقولوا كده؟ لان احنا عارفين عاده الفنانين، بيبقى فيه شد وجذب، لكن لما يتكرر بالشكل ده وفي درجه من درجات العنف اكتر من مره، ما كانش مرتبط في ذهننا غير بفنانين كبروا قوي في السن، واحنا عارفين ان هم كانوا بيعانوا من امراض شديده يعني. فمن هنا جه الربط. يعني هل انت شايف ان فعلا ممكن يكون في ربط، وخصوصا ان طول مشواره ما عملش كده يعني؟ بصي، يعني احيانا الانسان في لحظه بيفقد قدرته على الاتزان اللحظي، يعني بتكلم على الانسان عموما. يعني كلنا ممكن في لحظات ممكن نلاقي رد الفعل مبالغ فيه، ممكن. صحيح. لكن بيظل ان انت لما تدرك انك بالغت في رد الفعل، عليك ان تدرك في نفس اللحظه ان في حاجه اسمها الاعتذار. صحيح. والاعتذار من شيء من الكبار، ما بيقللش من حد ابدا، بالعكس. عشان كده بقول له ما تتاخرش، وانسى السلاح القديم اللي هو فكره ايه؟ الصمت، وانه الزمن بينسي كل شيء. صحيح. المره دي لا، مش عايز اصمت، عايزه يتكلم وبسرعه. وانا اتمنى انه يستجيب دلوقتي للنصيحه اللي حضرتك قدمتها له، لان دي لا اشاعه هو محتاج يصمت عنها ويسيب الناس تتكلم براحتهم، ده موقف مصور بالصوت والصور. ما حدش ممكن يغفل ما قدمه عمرو دياب طوال تاريخه واسمه اللي نورنا ونور كل العرب، مش بس المصريين، في العالم كله. وعشان كده بقول له حبا في هذا الاسم، حبا في هذا التاريخ، لازم تطلع بيان وبسرعه. واحنا معاك جدا. انا بشكرك جدا الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي، شكرا جزيلا. وبنضم صوتنا لصوتك، رساله الى عمرو دياب، بيان واعتذار، لان المن صفع هنا ليس شخصا وانما شخصيه المعجب اللي بيتابعك وبيحبك. خلينا ناخد آخر موضوع. طبعاً الموضوع أثار تساؤل لما قالوا إن في العالم بدأوا يزرعوا شرايح علشان شريحة إلكترونية في الجسد، علشان يتم التعامل مع الأجهزة بشكل أسهل وتسهل وتخلي التكنولوجيا جزء مهم من حياتك، بس أنت بتتعامل بيه بجزء من جسمك. يعني كان في فيلم عربي بيتكلم عن حاجة شبه كده بس بشكل مختلف. لكن لما نكتشف ان اول شخصيه مصريه تقوم بعمل هذه العمليه وتزرع شريحه في جسمها هو صديقنا العزيز
واللي دايما بنكلمه هنا في حديث القاهره، والمهندس خبير تكنولوجيا المعلومات المشهور الاستاذ احمد طارق، يبقى لازم اساله. يعني زرع شريحه في جسمه وبيتعامل بيها. يا باشمهندس احمد مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، مساء الخير على حضرتك. بص انا مش هنكر ان انا اتفاجئت لما اتفرجت على الفيديو واكتشفت ان انت اللي زرعت شريحه تحت ايدك وانت اللي بتتعامل. ده دي مغامره ولا مدروسه ولا ايه؟ من باب ايه، التجربه، ولا انت فعلا عايز تعمل ده لاسبابك؟ الفكره كلها ان يعني بصفتي خبير متخصص في مجالي، ان انا الموضوع ده عايز اقول للساده المشاهدين ان هو قديم جدا، بقاله اكتر من 8 سنين موجود للشريحه دي. هي دي شكل الشريحه يا جماعه. انا عايز اقول لحضراتكم ان شكل الشريحه صغيره محقونه داخل حقنه، هي دي قبل الزراعه، وبعد الزراعه طبعا بتكون داخل الايد هنا بالظبط كده زي ما حضراتكم شايفين. الفكره كلها ان الشريحه دي موجوده بقالها 8 سنين، وبقالي 4 سنين مركز قوي في الموضوع ده، وكلمت ناس زرعينها بره في دول اوروبا، وعملت ابحاث على سلبياتها وايجابياتها بشكل كبير جدا، لحد ما وصلت ان هي مصنوعه من زجاج اسم البروسيليكات، اللي هو قابل لزراعه في جسم الانسان زيها زي الشرايح والمسامير اللي بتدخل في العظام عادي جدا. ولكن دي حريه شخصيه، لان الشريحه دي بتعمل بتقنيه الار اف اي دي. RFID اللي هي ما فيش اصلا حد يتحكم فيك من خلالها، ولا هي مشبوكه من الانترنت، ولا هي فيها وحده تخزين، ولا فيها بطاريه. ولكن الشريحه دي تعمل من نوع اخر خالص. يعني انا بعد ما جبت الشريحه دي طورتها خارجيا خارج جسم زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، وفي نفس الوقت قدرت اخزن عليها بطريقه غير مباشره. ازاي؟ ان انا عملت موقع سحابي او كلاود سحابي خارجي، بحيث ان انا احط فيها بيانات زي فيلم الليمبي 8 جيجا. الناس دلوقتي بتشبهني بيه، وانا بقول لهم لا انا 128 جيجا حضراتكم. اكتر بشويه، باكتر ب 100 جيجا بحالهم، يعني ضعفوا 18 مره. ايوه بالظبط كده. فالفكره كلها ان احنا مطورين التقنيه دي، وخليت ليها موقع خارجي باسورد ويوزر نيم معين، بحيث ان انا اقدر بالموبايل بتاعي اعمل سكان، او حضرتك يا استاذه كريمه اول ما تعملي سكان بعد كده على ايدي، بدل ما تديكي كارت ورقي لا هتاخدي كل بياناتي اللي انا عايز اوريها لحضرتك. وطبعا انا ما انصحش حد يزرع الشريحه دي طبعا، لان دي حريه شخصيه، وانا خبير متخصص وشخصيه مغامره شويه. وطبعا الموضوع احنا داخلين على مستقبل كبير جدا، وشايفين المستقبل التكنولوجي البعيد في الوقت الحالي بسبب تقنيه الميكسد رياليتي، وبسبب تقنيات المستقبل الجديده زي اجهزه النانو تكنولوجي اللي هي بتتعلق كده في القميص وبيبروجكت على ايدك المحتوى داخل الجهاز، ومشبوك كمان بادوات الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي، زي جوجل جيميناي وغيره. فبالتالي النقطه دي نقطه مهمه جدا، ونقله نوعيه كبيره، وبتقول لنا ان الموبايلات فعلا هيجي لها وقت وتنتهي، زي ما كان اجهزه التليفونات الكبيره كانت موجوده في بيوتنا ودلوقتي انتهت، وهكذا. طب سؤال مهم بقى، ايه الاختلاف اللي انت حسيت بيه بعد ما زرعت الشريحه دي، وما انتش حاسس ان في اي شيء ممكن يكون خطر ممكن تواجهه بشكل او باخر بجد؟ طيب انا الحقيقه بهنك شويه زي ما حضرتك بتشوفي كده. هو مفيش اي اختلاف. مش مهندس طارق، انا بتكلم بجد، ايه الاختلاف اللي انت حسيته فعلا؟ طيب الفكره كلها ان مفيش اي اختلاف فعلا خالص. هي يعني جزء صغير من ايدي جوه، الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين كده بيتحرك طبيعي جدا، واقدر اشيلها في اي وقت. يعني ممكن دلوقتي اخلص الهواء وتتشال عادي، مفيش اي مشكله. الموضوع كله مترتب على، انا عايز بس اوضح فروقات مهمه جدا، ان الشريحه دي مفيش حد بيتحكم فيها زي ما الناس كانت بتظن او تعرف، وانا اللي متحكم فيها بجهاز خارجي مشبوك على اللابتوب بتاعي، بحيث ان انا اغذيها ببطاقتي الائتمانيه عشان ادفع بايدي، او افتح باب العربيه كمان بايدي. وفي نفس الوقت ان انا اوزع بعض البيانات اللي انا عايز اعرضها بلمسه من ايدي برضو على موبايلات الغير لما يطلبوا ده. وكمان عايز اوضح بعد اذن حضرتك الفرق بينها وبين شريحه ايلون ماسك اللي هي نيورال لينك. الشريحه تتحط في الدماغ علشان ايوه بالظبط كده، تتحط في الدماغ وبتركب من اعلى الجمجمه، وبتتوصل اقطابها النحاسيه، ودي شريحه علاجيه اكتر، بتعالج الشلل الرباعي، بتعالج البصر، يعني لو في مشكله في البصر او العمى لا قدر الله. ودي تصريحات تلفزيونيه طلع وقالها ايلون ماسك. يعني طب يعني اذا انت مش حاسس ان في اي فرق غير ان هي سهلت حياتك، انت حاسس ان انت مش مخترق، انت بتسجل كل بياناتك على اي كلاود، بتتحكم ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش، بما فيها انك تدفع بايديك بانك تلمسها لاي جهاز، فتقدر تدفع من حسابك مباشره،
مش عايز الناس تعملها ليه؟ انت مش قلت انا ما بنصحش حد. انا مش بسوق ليها خالص، ولا قلت ان انا بسوق ليها، ولا حتى بفكر ان الناس تعملها. هي كده كده الناس كلها تعملها في 2030 ان شاء الله لما تلاقي الموضوع ده متاح. فانا بصفتي مغامر شويه وبحب اسبق الزمن بخطوه زي ما حضرتك عارفه عني، يعني احنا زملاء مع بعض. صحيح. واكيد المشكله دي، بس ما تصورش انك هتغامر للدرجه دي على فكره. أنا لازم أقول ناس كتير فعلا معرضاني، ناس كتير فعلا، وناس كتيرة يعني بصل الموضوع بجانب تقني. للناس الفاهمين أو الناس اللي هم فاهمين في التكنولوجيا كويس قوي هيعرفوا يعني إيه تقنية الـ RFID ببساطة شديدة. لو حضرتك طلعتي المحفظة بتاعت حضرتك دلوقتي هتلاقي فيها ثلاث أنواع من الكروت: كروت ورقية، وكروت بلاستيكية عادية، وكروت مدعومة بتقنية الـ RFID، زي مثلا كارت البنك بتاع حضرتك أو كارت الفندق مثلا لما تحجزي فندق وغيره. نفس الموضوع، بس دي مزروعة في إيد، بس انا مطورها طبعا بشكل خارجي بشكل كبير. حتى الشركه نفسها ما اعتقدتش ده. اخر سؤال وانا بقول لك شكرا، هل الموضوع مكلف؟ يعني قوي. قوي فوق المية ولا تحت المية ولا؟ لا لا لا، مش للدرجه دي، يعني تحت المليون. ده احنا كده لينا كلام كبير قوي. احنا على العموم بما ان دي اول تجربه موجوده في مصر ومن شخصيه متخصصه مغامره جدا، وهو زميلنا العزيز المهندس احمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، انا قلبي معاك وسعيده لانك مغامر، وهفضل اتابعك من وقت للتاني، هتلاقيني بقول لك اخبار الشريحه ايه. طبعا. شكرا يا باشمهندس. حديث القاهره التكنولوجي اهو جبناه لكم طازه جدا، لكن ايه اللي ممكن يحصل الايام اللي جايه؟ انا مش هسيب المهندس احمد طارق غير لما اساله على كل التفاصيل مع التطورات من وقت للتاني، هتابعوا معاكم في حديث القاهره. دلوقتي خلينا نطلع فاصل ونرجع نقابلكم والسؤال الصعب. يومين ثلاثه وهتتكشف الامور، ايه هي التغييرات اللي حاصله في الحكومه؟ مين اللي هيجوا وزراء؟ لكن الاهم هو السؤال اللي هنطرحه هنا، احنا كمواطنين مصريين عايزين ايه من الحكومة الجديدة اللي هيتم تعيينها واعلانها لينا خلال الايام اللي جاية؟ فاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده هنا في حديث القاهرة. أهلا بحضراتكم من جديد، ما زلنا معاكم في حديث القاهرة، لكن حديث القاهرة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وكل الحاجات، هو الحكومة الجديدة. من بداية الحلقة بناخد أخبار من زمايلنا الصحفيين والمطلعين، بيقولوا يوم الثلاث إن شاء الله هيكون إعلان الحكومة الجديدة والأسماء اللي انضمت ليها. لكن السؤال مش مين اللي انضم للحكومة الجديدة، السؤال إحنا عايزين إيه من الحكومة الجديدة؟ هو ده السؤال اللي هنطرحه على ضيوفنا الكرام اللي مشاركينا النهارده في حديث القاهره. متشرفه جدا بوجود الدكتور عصام خليل النائب في مجلس الشيوخ وايضا رئيس حزب المصريين الاحرار. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ومعنا طبعا الدكتور سامح فوزي الباحث والكاتب الصحفي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حلقه الاتصال بين الشعب وبين الحكومه دايما هي المجالس النيابيه، سواء كانت الشيوخ او مجلس الشعب زي ما قال او مجلس النواب القديم. الدوله والناس والمواطن عنده احتياجات واضحه ومحدده من الحكومه. لو قلت لحضرتك الاصوات اللي وصلتك لحد دلوقتي قبل ما نشوف وجهه نظرك الخاصه، بتقول احنا عايزين ايه؟ كل الاصوات، الاقتصاد، كل الاصوات، ضبط التضخم، تحسين الصحه، تحسين التعليم، دي الأصوات اللي موجودة حاليا أو مطالبات الناس، ودي مطالبات طبيعية من الناس. لكن الفكرة في وجهة النظر بقى إزاي نوصل إن احنا نحقق ده، هي دي اللي ممكن نتكلم فيها حياتك، لأن هي موضوع منظوم كبير جدا. الموضوع ليس تغيير أشخاص أو تبديل أشخاص بأشخاص، لكنها رؤية عامة، سياسة واضحة جدا. لازم أشوف أنا عايز إيه في المرحلة الجاية، هو الفيجن، وبناء عليه أحط سياسة لكل وزارة وسياسة عامة لمجلس الوزراء كله، ثم يتم بعدها اختيار الاشخاص طبقا للمطلوب والمرحله الجايه. يعني انا حتى لما اجي احط هذا التشكيل لازم اقول انا محتاج ان انفذ ايه في خلال سنه، ثلاث سنين، خمس سنين القادمه، واختار في كل مرحله من. يعني لازم يبقى برضه حتى الاختيار مع تكليفات واضحه وسياسات واضحه، وده بان في تكليف فخامه الرئيس، لانه حط ثلاث او اربع محاور رئيسيه
في هذا الموضوع عند تكليف الدكتور مصطفى غدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي مهم قوي ان احنا ننتقل من مرحلة في الجمهورية الجديدة، ننتقل من مرحلة ان انا بغير شخص بشخص، ده انا اغير سياسة الوزارة. تشابك الوزارات لازم يفك، في حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها في هذا الموضوع طبقا لأسئلة حضرتك، لأن ده هيوضح حاجات كتير قوي في رؤيتنا. حضرتك بدأت وقلت إن التشكيل أو خطاب التكليف بتشكيل الحكومة تضمن نقط مهمة جدا، لكن البعض يرى إن هذه النقط نقاط مكررة، ما هي موجودة دايما، إن إحنا ندعم الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، عايزين نحقق الأمن القومي اللي بيبدأ من الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي وحتى الأمن الأمني وأشياء مثل هذا القبيل. هل الجمل العامة اللي هي الملفات العامة دي تصلح لإن إحنا نستند ليها وإحنا بنشكل وزارة؟ هو خطاب التكليف بيبقى خطاب عام بيركز على مجموعة من القضايا، ركز على قضايا تتعلق ببناء الإنسان، بناء المواطن، بنتكلم على قضايا تتعلق بالتعليم والصحة، فكرة التنمية البشرية بالمعنى ده، القضايا المتعلقة بالأمن القومي طبعا في ظل التحديات اللي بيواجهها المجتمع المصري، ليست فقط في سيناء أو في مع غزة، لكن عندنا السودان في وضع ملتهب جدا ومتداعي، عندنا ليبيا أيضا لم تستقر بعد، إذن حدود مصر كلها فيها تحديات بهذا المعنى. أيضا أشار إلى مسألة مواجهة الإرهاب، التطرف، بناء ثقافة المواطنة، تعزيز القطاع الخاص، دي كلها قضايا تتعلق بالتكليف. يبدأ من تشكيل الحكومة أنه يضع بقى برنامج الحكومة في ضوء هذا التكليفات. يعني إذا كان التكليف عام فإن البرنامج هيبقى برنامج خاص، بمعنى أنه يترجم هذا التكليف في سياسات عامة، مقترحات أفكار، رؤى جديدة هنطرحها. وهنا إذا كانت البرلمان أو مجلس النواب أو الجهة المنوط بيها أن يتقدم لها الكلام دون ويحدث فيها النقاش، لكن أنا أتصور طبيعة التحديات اللي بيواجهها المجتمع المصري في اللحظة دي بتستوجب أن حكومة تطرح برنامجها على نطاق أوسع من كده، ممكن يبقى في الحوار الوطني، ممكن على منظمات المجتمع المدني، على الإعلام. يعني إحنا محتاجين أن بالفعل المواطن يعرف إلى أين يتجه، إيه التحديات اللي هيواجهها، إيه الأعباء اللي هيتحملها، إيه النتائج اللي هيحصل عليها. يعني دي كلها أسئلة مهمة جدا، وعشان يقدر كمان يحاسب الحكومة على أدائها، قدرت تحقق اللي وعد بيه ولا لا، يعني هو يحاسبها ويحتمل الوعود العامة. اسمح لي يا دكتور، هي وعود غير قابلة للمحاسبة، يعني أنا لازم تديني وعد محدد في مدة زمنية محددة ببرنامج تنفيذ محدد علشان أقدر في الآخر أقولك حضرتك حققته لي ولا لا، فأقيمك كوزير وأنا كمواطن أبقى سعيد أو تعيس بأداء الوزارة دي، مش أقول هذا الشخص أحبه وهذا الشخص أكرهه. ده برنامج الحكومة اللي احنا متوقعينه، إن يبقى فيه خطة واضحة، أفكار واضحة، برامج زمنية، رؤية واضحة للمستقبل، وزي ما قلت لحضرتك إن لابد إن المواطن يعرف هيتحمل إيه وهيجني إيه بالزبط، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية المواطن يشعر فيها بقدر كبير جدا من القلق، في ضغوط كتيرة عليه. صحيح الحكومة اتخذت سياسات تخفف من وطأة التحديات الاقتصادية، لكن المواطن بيواجه ضغوط شديدة جدا ويشعر بقدر من التوجس تجاه المستقبل، إن ستكون هناك ضغوط أكتر وأكتر. فالحكومة يعني لابد أن هي تقول للمواطن على وجه اليقين أنت رايح فين، هتشوف إيه، إيه التحديات اللي هتقابلها، وإيه الثمار المرجوة اللي أنت تاخدها في نهاية الطريق ده. وإذا ما أعلنتش معناه أن أنت في البداية بتقدم كده خطاب بيقول أن أنت مش هتبقى ناجح في تنفيذ شيء، يعني لو لم تعلن الحكومة عن خطتها وعن البرنامج بتاعها وعن إيه التحديات والثمار اللي هتجنيها في الآخر، معناه أن أنت عندك نقطة هنا بتقول أن في، أنا بعتبره ده نوع من أنواع التعاقد السياسي بمعنى، أو العقد السياسي بمعنى من المعاني، بمعنى الحكومة بتلزم نفسها بسياسات معينة وببرامج تنفيذية محددة، والمواطن اللي هو صاحب الحق الأصيل في الدولة طبقا لمبدأ هذه المواطنة، إن هو في النهاية يستطيع إن هو يرى ويتطلع ويناقش ويحاسب ويتحمل الحكومة ويتحمل زي ما حضرتك بتقول، يعني قصدي فعلا المواطن بيصبر وعنده استعداد إنه يصبر أكتر في سبيل المجتمع يتقدم، لكن محتاجين نعرف إلى أي حد هيصبر وإيه التكلفة اللي هيدفعها وإيه العائد اللي هيحصل عليه. عظيم. طب أجي لحضرتك مرة تانية دكتور عصام، يعني إذن في أولويات علشان تحقق الحاجات العامة دي لازم تحطها في نقاط خاصة، إيه هي الأولويات لو إحنا اتكلمنا
على الاولويات اللي محتاجاها الدوله دلوقتي عشان تحقق رغبات المواطن في الحاجات اللي هو بيطلبها منكم؟ ايه هي المفترض؟ خلينا نقول لحضرتك احنا يعني خلينا نقول تركيزنا مثلا في الاولويات من لو هنقول الوزارات اللي احنا مهتمين قوي ان يبقى عليها تركيز هنعرف. انا هبتدي بوزاره اللي هو كل الناس عارفاها وهحط بعد كده الوزارتين التانيين، لكن في الاخر انا عارف الناس تقول لا خلينا الاخيره هي اللي هتبقى الاولى. اول وزاره هي وزاره الاقتصاد. احنا طالبنا حتى في الحوار الوطني ان يكون هناك وزاره اقتصاد او على الاقل في نائب رئيس وزراء للمجموعه الاقتصاديه، لان هي مش هنقول استحداث، لان هي كانت موجوده لكن استرجاع وزاره الاقتصاد. بس برضو استرجاع وزاره الاقتصاد لازم يكون باهداف معينه، لازم يكون لها برنامج واستراتيجيه واضحه للتنفيذ. طب ودي هتبقى فارقه ايه اذا ما كانتش يعني اللي هو الاختيار الاول انه يكون نائب للسيد رئيس الوزراء لكن مسؤول عن الاقتصاد؟ لو كانت وزاره اقتصاد هتبقى فارقه ايه عن تخصصات الوزارات الماليه الاخرى او الاقتصاديه؟ هي حسب الاستراتيجيه. يعني انا محتاج استراتيجيه هعملها ازاي وبناء عليها ممكن اختار الطريقه الامثل. يعني الناس كلها بتحب الكوره، ازاي انا هلعب ازاي وباي طريقه طبقا للملابسات الموضوع اللي موجود قدامي. انا محتاج ايه؟ ما هو لازم يبقى في دراسه. انا محتاج ايه؟ اللي بعد الاقتصاد احنا طالبنا بوجود وزارة رأس المال البشري اللي هي وزارة التنمية البشرية. دي بقى اللي هتحكم بالموضوع كله، يعني هي اللي لازم أولا هتتولى وضع معايير محددة لكل وظيفة في وظائف الدولة من أول الوزير لغاية الموضوع مرهق جدا، لكن خلينا نبتدي من الرأس. الوزير لازم يبقى مواصفاته 1 2 3 4 5 اللي هو زي ما بيسموه الكي بي ايز. لو حضرتك بتقولي أنا أحاسبه، أحاسبه على إيه؟ ما أنا ايه الدرجات اللي هديها له على ايه؟ يعني بالزبط. انجز ولا لم ينجز؟ يبقى ده بالتالي دي مهمه جدا. ثانيا التنميه البشريه، نحن نحتاج الى فعلا تنميه بشريه على اعلى مستوى في الدوله. صحيح الاكاديميه الوطنيه مشكوره بتقوم بده الان، ولكن يكون في لها وزاره متخصصه على راسها وزير متخصص هيبقى عارف ازاي بيشتغل. طب الاقتراح بالوزارتين دول حضراتكم قدمتوه؟ اه قدمناه في الحوار الوطني فعلا. وجالكوا اي ردود عليه؟ يعني اترفع الملف كله لفخامه الرئيس. طبعا يعني خلي بال حضرتك المعلومه مهمه، احنا لا نمتلك المعلومه كامله، احنا بنقول راينا من وضع مجموعه المعلومات اللي عندنا. الوزاره الثالثه بقى اللي احنا مهتمين قوي بيها وهي مهمله ومهمشه هي وزاره الثقافه. ليه؟ مشكلتنا في مصر هي الثقافه في كل شيء. الثقافة اللي نعني الثقافة هو المسرح والتلفزيون والأغنية؟ لا لا لا، الثقافة دي كلمة أشم، يعني أعم وأشمل. الثقافة هي الإدراك، أقدر تشبيه والإدراك والوعي بالشيء. أنا محتاج ثقافة عمل، أنا محتاج ثقافة تعليم حقيقي، أنا محتاج ثقافة التعامل مع الآخر، أنا محتاج ثقافة إزاي الأسرة. إحنا لما نشوف حالات الطلاق اللي موجودة، إحنا تعرضنا على مدار سنوات عديدة جدا للتدمير في الدي إن إيه بتاع الثقافة بتاعنا. احنا عشان كده في ناس دايما عندها نوستالجيا بقى ويرجع للماضي. يا جماعه نحن نحتاج الى ان نعود مره اخرى الى ادراك المعاني الحقيقيه. حياتك وزاره الثقافه لازم تكون على اتصال قوي جدا وزاره التربيه والتعليم، وتقول لها انا عايز تحطي في المناهج بتاعتك في المراحل الاولى لازم يبقى فيه 1 2 3 4 عشان ابني، وده اللي قاله السيد الرئيس اعاده بناء الانسان. لازم انا ابني الطفل ازاي يتعامل مع الاخر، يقبل الاخر، كيف يفكر. مشكلة التعليم عندنا رايح جاي ودروس، لأن احنا التعليم أصبح عندنا انحرف عن مساره إلى حقيقة أن أنا بحفظ قد إيه. يا جماعة أنا مش محتاج أحفظ معلومة، أنا ممكن أجيبها عن طريق التكنولوجيا الحديثة، لكن أعرف كيف أفكر لحل المشكلة. يعني عندي مشكلة، أول خطوات لازم أعلم الطفل فيها إذا أنا إيه المعلومات المطلوبة عشان أحل هذه المشكلة، خش أجيب المعلومة وبعدين زي أحلل المعلومات دي مع بعض وأعمل لها انترتريجيشن مع بعض وأحللها مع بعض عشان أقول الحل يبقى كذا، عشان أقدر أستخدمها وأطلع بيها الحل. يبقى أنا مش محتاج لا دروس خصوصية، أنا لازم أعالج الموضوع، أنا أساسا طبيب، أنا لازم أروح أعالج المرض، المرض الحقيقي الذي نعاني منه. حتى هقول لك حاجة، في ناس كتير قوي تقول الناس بتشتكي. على فكرة لو وصلنا لمرحلة إيه في نزول الاسعار هيبقى عندنا برضه شكوى. ليه؟ لان انا اصبح عندي من معلش انا يمكن اقول كلام ممكن في ناس تزعل مني، لكن احنا مشكلتنا كمان القانون، احنا عندنا تشابك كم من القوانين يعطل كل شيء في الدوله ويسمح بالفساد في الدوله. صحيح. لان احنا كان عندنا قوانين اشتراكيه، وبعدين جه الرئيس السادات رحمه الله عليه وابتدى مشروعه في الموضوع الرأسمالية المنفتحة والانفتاح الاقتصادي، فبقوا القوانين دخلوا في بعضها، وجي عندنا 30 سنة ما حصلش عندنا أي تعديل في هذه التشريعات. أنا شايف أنه على الحكومة القادمة أنها
حبيت الاستثمار حضرتك، الاستثمار فيها قوانين كتير جدا لكن فيها تعقيدات، لانه كل حاجه عندي 100 جهه سياده. انا اتكلم في مواضيع كتير، لكن عايز ابقى ملخص في انه مهم جدا انا اعرف انا عايز اعمل ايه. فقلنا وزاره الاقتصاد، وزاره التنميه البشريه، وزاره الثقافه لانه الاقتصاد ثقافه تعاملي، لانه في الاشتراك لما دخلنا على الاشتراكيه كان نظام الدوله هي بابا وماما، انت تقعد ساكت وانا ادي لك، عشان كده الناس دايما ده موروث بقى انا عندي لكن ما تشتغل. اذا اهتميت بوزاره الثقافه بمعناها الاشمل والاعم زي ما حضرتك قلت، معناها ان الباقي هيجي بالتبعيه، بدءا من الاخلاق ولحد طريقه التفكير لحد الابداع لحد كل الحاجات دي. اذا في عندنا وزارتين هنا بنطالب باستحداثه، التنميه البشريه والاقتصاد، وفي وزاره بنطالب بتفعيلها ورجوعها لدورها اللي كانت بتعمله زمان يعني. لكن باقي الحاجات من وجهه نظر حضرتك، ايه الحاجات اللي ممكن تكون على قائمه الاولويات عند الناس؟ هو الواضح جدا ان الملف الاقتصادي هو الملف الضاغط في اذهان الناس، بمعنى ضبط الاسعار، انخفاض الاسعار، الحد من التضخم، يعني دي كلها من القضايا اللي بتهم المواطن العادي والطبيعي. لو حضرتك عملت استطلاع راي في وسط الناس هتلاقيهم بيتكلموا في المواضيع دي، ممكن بعد كده يتكلموا في قضايا التعليم، في قضايا مشاكل اداريه، مشاكل بيروقراطيه، يعني يتكلموا في اشياء اخرى. لكن انا بتكلم على المشكله الضاغطه على نفسيه الجماعيه او الجمعيه للمجتمع المصري، هي دي المشكله الاقتصاديه. واحنا برضو لابد ان نضع في اعتبارنا ان في قضايا السياسه حتى في اي دوله في العالم بما فيها بريطانيا بما فيها الولايات المتحده، ان الشان الداخلي عاده لها اولويه عند الناس عن الشان الخارجي. صحيح. ممكن يفكروا في السياسه الخارجيه، يشغلوا بالهم بما يحدث، لكن الشان الداخلي بيبقى ليه اهميته. الدكتور اثار نقط مهمه وانا اعتقد ان احنا محتاجين نقف قدامها. هو اتكلم على التنميه البشريه. التنمية البشرية احنا بنتكلم على صحة وتعليم وتدريب، هو دي التنمية البشرية. لما احنا نبص في مسألة التعليم ونربطها بالتطرف اللي كان في خطاب التكليف او مواجهة التطرف زي ما السيد الرئيس وجه في خطاب التكليف لرئيس الحكومة، لما احنا نبص على هذا المنحة بالتأكيد الدولة قامت بخطوات كبيرة للحد من التطرف، سواء كان في مناهج التعليمية أو منع الممارسات اللي ليها شبهة التطرف ده داخل المدارس. لكن أين التربية المدنية للطلبة؟ أين تعليم الطلبة ثقافة الحوار والديمقراطية وقبول الآخر داخل المدارس؟ أين انفتاح الطلبة على المجتمع المدني والمشاركة في التنمية والمشاركة في القضايا الاجتماعية اللي موجودة؟ أين تكوين الوجدان الإنساني لدى قطاعات واسعة من الطلبة حتى يعني نوجد حصانة عندهم تجاه التنمر وتجاه التطرف وتجاه كل الأفكار السلبية اللي بيعج بيها المجتمع واللي وافد عليه من أماكن أخرى واللي هي موجودة داخل المجتمع؟ فمسألة أن يجي لي النهاردة وزير التعليم، أنا عايز أسأله ماذا ستفعل، ليس فقط في المسألة التعليمية اللي احنا بنشكو منها، ولكن أيضا في مسألة التكوين الفكري والثقافي للطلاب دول تربوي علشان توقف حائط الاختراق. طب انا عندي سؤال مهم بصراحه مش هقدر ما اسالوش. الانتاج، يعني الانتاج هو ازمه من الازمات اللي بتعاني منها مصر، زياده معدل الانتاج. احنا بنتكلم في استثمار، والاستثمار ممكن يكون في مبنى، في مشروع سكني، في مشروع ترفيهي، لكن الاستثمار في موضوع او مشروع انتاجي سواء كانت من اموال مصريه او اموال خارجيه مش شايفاه على الخريطه. انا عندي بقى اشكاليه في الموضوع ده. الاشكاليه ايه؟ ان الحكومه اتخذت منذ بضعة شهور إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، مجموعة من الإجراءات وتشجيع الاستثمار الأجنبي أو الخارجي، ودي إجراءات منشورة ومعلنة منذ بضعة شهور، يعني مسألة مش بعيدة. أنا عايز أقيم أثر هذه الإجراءات على أرض الواقع قبل ما أتكلم على إحنا ممكن نعمل إيه تاني جديد. يعني أنا مسألة التقييم المستمر عندي دي مسألة مهمة. إذا كان رئيس الوزراء سيستمر في الحكومة، وأنا شايف أنه شخصية كفء ومتميزة في العمل اللي قام به، لابد من تقييم أداء الحكومة في المرحلة السابقة طالما أنه سيكون على رأس الحكومة القادمة. جزء من التقييم ده ليس فقط إبراز سلبيات، ولكن أن أنا أخذ دروس مستفادة لتفعيل العمل العام والعمل التنفيذي وأشوف أقدر أعمل إيه. أنا بقول أن أنا حسنت مناخ الاستثمار، أسأل هل هو بالفعل ترتب عليه إجراءات على أرض الواقع في هذا السياق ولا لا؟
ولا لا زال هناك عوائق بيروقراطية، ولا تزال البيروقراطية تعيد إنتاج نفسها وتعيد إنتاج؟ إذن يبقى الخطوة الأولى تقييم، والخطوة الثانية إيه؟ تمهيد لأن الاستثمار يوجه للإنتاج، بمعنى المشروعات الإنتاج الإنتاجية. مشكلة كبرى داخل المجتمع المصري، المجتمع المصري بيعتمد على جزء كبير جدا من احتياجاته على الواردات. فمسألة الإنتاج أولا هتحل عندي مشكلتين، إن هي تقلل من الواردات اللي جاية وتغطي احتياجات السوق المحلية، وأيضا بتتجه إلى التصدير فتجيب لي عملة صعبة تحاول إن هي تقلل من الخلل في الميزان التجاري. المشكلة الحقيقية في الإنتاج إن لابد من أولا الاعتماد على مواد أو أولية أو وسيطة بقدر المستطاع داخل المجتمع المصري، والصناعات اللي أثبتت دون حققت نجاحات بالمناسبة. صحيح. قد لا يكون عليها جدل كبير أو ضوء كبير، لكن في فترات التحديات اللي احنا كنا بنستورد فيها مواد خام أو مواد وسيطة، الصناعات التي اعتمدت على مواد منتجة محليا دي استطاعت أن هي تستمر وتحقق نجاحات. فاحنا عايزين نفكر شوية في الصناعات الوسيطة اللي بتؤدي إلى مزيد من الإنتاج بالتصور لحركة بتطرحيه، لأن أنا برضو بستغرب لما تيجي تكلمي مع بعض الناس اللي في هذا المجال تفاجئ بأشياء بسيطة جدا احنا بنستوردها وبنصرف عليها مبالغ ضخمة جدا. صحيح. وأنا مش قادر أصنع الحاجات دي، يعني تفاجئ أحيانا من كلامي حتى مع بعض المهندسين يقولك أصلا مش لاقي الدي، تبصي اللي هو بيدور عليه ده عبارة عن حاجة بسيطة جدا. طب واحنا ما عندناش مصنع يعرف ينتج حاجه زي كده. عظيم، نقف هنا. اذا نحط السؤال ده قدام الحكومه، الحاجه اللي نقدر نصنعها جوه ما تجيبوهاش من بره، صح؟ مهم ان احنا نصنعها، اه، وندي فرصه للناس انها تصنعها. يعني حضرتك احنا ادنا في مشاكل كتير قوي، ما سواء كان عندنا رجال اعمال او ناس معرفه في مجال التصنيع، لانه كل حاجه عليها 6-7 جهات ولايه. حضرتك انا لازم اسهل بقدر الامكان لاي حد عايز يعمل مصنع، لازم اريحه، يعني لازم بمعنى اتكلم بلدي كده ادلعه، لانه في الاخر هيديني مردود. لكن انا لما اجي حضرتك باخد ارض هتلاقي حضرتك عليها جهات ولا اما طبعا وزاره الصناعه، وزاره المجتمعات والعمرانيه الجديده، او الاداره المحليه، وكل واحده بملف. وكل انا بعمل شباك واحد، ده صحيح، لكن الشباك ده وراه 70 حاجه بعملها. صحيح. انا نفسي ان انا عشان اشجع الاستثمار، اولا عندنا برضو ده على فكره هترجع كل ده حضرتك هتلاقي ثقافه، وثقافه العامل. طب دي ما تنفعش تبقى قرارات دوله، ما تستثمرش عندي بس في الحاجات دي، استثمر عندي في الحاجات دي كمان، انا اللي اطرح الحاجات اللي انا عايزه فيها استثمارات ويجي لي الناس اللي عايزه تشتغل. انا لازم افتح كله، بس ادي تسهيل متميز للي هيديني الحاجه اللي موجوده، سواء كان موجوده عندي او انا في شد الاحتياج لها. بنسميها الصناعات الاستراتيجيه. دكتور عصام، بصراحه كده لان انا بختم الحلقه، يعني الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي قابله للتنفيذ ولا كلام في الهواء؟ لا بالتاكيد قابله للتنفيذ، بس لازم يكون عندي خطوط واضحه جدا وعندي معايير واضحه بجدول زمني ويتم تنفيذها. اللي هيبقى اصعب حاجه واكبر تحدي هرجع اقول لحضرتك هو الوعي والادراك اللي معنا بشمول اي الثقافه. يعني انا نسيت اقول لحضرتك انا وزاره الثقافه لازم تدخل مع وزاره الصناعه، لازم تعمل برامج تثقيف للعمل المصري، ازاي الجوده دي مهمه، ازاي ان انا لازم ارجع الرياضه. بس الاول يعترفوا طيب بالصناعات الثقافيه، يعني انا عندي صناعات تراثيه وصناعات ثقافيه. لما تيجي تتكلم مع المعنيين بملف الصناعه هم لا يعني لا يعترفوا ان هذه الصناعات قد تكون لها الدخل الاقتصادي اللي موجودة، في حين إنها لها إنجازاتها في دول كثيرة جدا، إنها موجودة في عندنا إحنا بس، فهي واعتمد على مواد محلية. بالزبط. واستطيع أمكن المجتمعات المحلية بيها، واستطيع إن أنا أوجد مصادر مستدامة للداخل، طالما أنا بتكلم على التنمية المستدامة يعني لها فوائد كثيرة. ما هياش حاجة ترفيهية ولا فولكلور يا جماعة، اللي إحنا بنتكلم فيه ده الحاجات المتأصلة في مصر دي، يعني ثروة يجب على من سيقوم بالتعامل مع هذا الملف ان هو يشتغل عليها. احنا فتحنا الملف النهارده بس يا دكتور عصام، لكن احنا مكملين فيه هنا في حديث القاهره، سواء بعد تعيين الحكومه او غيرها، بناء على الاسماء اللي هتتحط. اسمحوا لي ادعو حضراتكم مره ثانيه ونتناقش فيه هو اللي مطلوب منهم ونبقى بنساعد. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا. دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار والنائب في مجلس الشيوخ، شكرا جزيلا. طبعا الدكتور سامح فوزي الباحث والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. زي ما اتفقنا بس بنفتح الملف بعد يوم الثلاث هتبان الأمور. قضي وعيد سعيد، وهنرجع نتكلم في نفس الحكاية تاني عشان نوجه معاكم. خلصت حلقتنا النهاردة، بكرة 9 مساء إن شاء الله حديث القاهرة. تصبحوا على خير.